يا صباح الفل على حضراتكم، واهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وبدايه اسبوع جديده ان شاء الله من صباح اون تايم، بنكون موجودين لمده ساعتين انا وزميلتي مريهان عمرو. مريهان صباح الفل عليكي وبدايه اسبوع حلوه. يا ترى مخبيه لنا ايه النهارده؟ انا مش عايز حاجه. يا ترى محفظتك انت فيها ايه؟ كل الكواليس وبتقعد تكمر على المعلومات، رهيب في الموضوع ده. صباح الخير عليك يا يحيى، وان شاء الله بدايه اسبوع تكون حلوه علينا وعلى حضراتكم جميعا. انطلاقه طبعا لاسبوع هو اسبوع حاسم بالنسبه لنا كلنا، يكون في ظهور لكل المنتخبات ال 16 منتخب اللي تاهلوا لدور ال 16 في بطوله كاس الامم الافريقيه، مريحين كده كام يوم من منافسات البطوله، ولكن بكل تاكيد استعدادات كبيره لكل المنتخبات علشان ان شاء الله نكون بنشوف فيها ماتشات قويه على مدار الساعتين اللي جايين. هيكون في متابعه لابرز واهم الاحداث الرياضيه. سلامة يا حبيبي بالسلامة، يا صباح الخير اللي معانا، حلاوة شمسنا وغلقة ظلنا، كلمتين وبس. المشوار طاع، الله 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 الله، يا ولد يا ولد يا ولد، لمسة تصويبة قوية، حط جول جول جول. ايه يا ابني الجول ده؟ طيب اكيد المتابعه في بدايه حلقتنا بتكون لاخبار بعيده عن الرياضه، وبنقربكم كده اكتر من شكل الجو. الحقيقه انه الدنيا بردت جدا جدا في الايام اللي فاتت، وبالليل تحديدا بقى الموضوع يعني صعب، والصبح بقى واحنا جايين الشغل صعب وصعب يعني، بس الحمد لله الواحد كده بيلم قوته. مش عارف الم ايه ولا ايه الصراحه، هتلم ايه ولا هتلم مفراتك ولا هتلم نفسك؟ صرفت كل فلوسي على المفرات والله العظيم. فيعني بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان النهارده ان شاء الله يكون في انخفاض في الحراره، قال يعني اللي فات ما كانش انخفاض، بس هيكون بيسود طقس بارد نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد. شديد البروده ليلا على كافه الانحاء، بيصل الى حد الصقيع على وسط سيناء. وخلاص بقى في انباء بقى لوجود في سانت كاترين التلج هيكون بيتساقط، هنشوف كده اجواء ان شاء الله اوروبيه في الايام اللي جايه. هو في انباء ان التلج هيتساقط هنا، ده هتبقى خطيره يعني في الاستوديو كمان. خلاص كده نطلع نتمشى في المدينه نلاقي تلج. احنا خلاص احنا متهيألي والله التلج ابتدى في مناطق كتير بعيدا عن سانت كاترين، كمان هنا في مناطق شويه بقى الموضوع فيها صعبه جدا. انا بقول برضو لما في كل سنه في التجمع بتعمل تلج، عملت السنه دي ولا لا؟ طبعا. ايه ده، اصل انا مش بروح التجمع خالص. لا انت محتاجه تيجي تنور الدنيا. انا بنزل قبل نزله الدائري اللي هي فيها تجمع، بدوخ بعدها. ما بعديش الحته دي خالص والله. طيب نرجع نكمل اخبارنا مع حضراتكم، ويمكن الايام اللي فاتت احنا دايما بنتكلم عن فيروس كورونا والمتحور الجديد اوميكرون، وان الناس كلها متهيألي دلوقتي او نسبه كبيره من الناس دلوقتي تعبانه وبتعاني من الفيروس اللي موجود، وبقى انتشاره سريع جدا. اعلن الدكتور خالد عبد الغفار استقبال 6667100 جرعه من لقاح فيروس كورونا من انتاج طبعا استرازينيكا، ودي مقدمه من دولتي بلجيكا والمانيا. ودعا الوزير المواطنين مجددا مره ثانيه بضروره تلقي لقاحات فيروس كورونا للمساهمه في الحمايه من الاصابات الشديده بفيروس كورونا ومتحوراته كمان الموجوده دلوقتي، مؤكدا ان الدوله المصريه عاملين الحقيقه، خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، في شغل كبير جدا وفي جهد كبير جدا في توفير كل اللقاحات للمواطنين بالمجان، وبقت موجوده. يعني اول ما ابتدى مرهان فكره الفاكسين كان الموضوع ممكن يكون صعب شويه، وكانت الدنيا بتبقى فيها زحمه شويه. دلوقتي خلاص بقى في توفير من الدوله المصريه في كل الاماكن، موجود ممكن تروح تاخد الفاكسين بالمجان. مفيش حاجه دلوقتي تخليك تقدر ما تاخدش الفاكسين، لان انت في فتره صعبه جدا دلوقتي، وده شايفينه مش انا بس اللي طالع بقوله، يعني الناس كلها حاسه، والناس كلها كتير من صحابنا ومن اهالينا وناس كتير تعبانه. يعني ربنا يا رب يعدي الوقت ده على خير باذن الله، وبنتمنى السلامه لكل الناس اللي موجوده. نخلي بالنا اللي ما خدش لسه الفاكسين
بتمنى ان هو يكون بياخد الفاكسين الفتره اللي جايه عشان بس نسبه الانتشار السريع اللي احنا شايفينها اليومين دول تكون بتقل باذن الله الفتره اللي جايه. ده اللي نتمناه طول الوقت. والصراحه الدوله المصريه لم تبخل خالص باي حملات توعيه لمدى اهميه حصول كل مواطن على فاكسين ضد فيروس كورونا، خصوصا ان خلاص بقى كمان في العوائق اللي هتكون بتقابل اي مواطن للوصول لاي مثلا مؤسسه حكوميه او ان هو يكون بيخلص ورق لنفسه. الدخول لمباني حكوميه خلاص بقى في يعني تفاصيل لازم هتكون بتحققها، لازم تكون واخد الفاكسين، لازم يكون معاك الورق لإثبات الموضوع ده، بجانب كل الحاجات اللي احنا شايفينها مميكنه. خلاص اصبح كمان نقطه الفاكسين دي حاجه لا غبار عليها، حتى بقينا شايفين ده في مؤسسات تعليميه ليها علاقه بالجامعات. صعب ان دلوقتي اي طالب يكون بيدخل الجامعه غير وهو حاصل على الفاكسين. فان شاء الله كل الناس يكون عندها الوعي الكافي ان هي تكون بتعمل ده وبتوفر السلامه لنفسها وللناس اللي حواليها، لانه ده اللي في ايدينا نعمله. للاسف الفيروس مش سهل ان انت تكون بتتفاداه، لان هو في ناس بتكون مخليه بالها جدا وبيجي لها كورونا، وفي ناس بتبقى عشوائيه جدا وبتبقى تمام او بيبقى عندها برد مش بترضى تقول هي بتاعي بس ما بتقولش يعني. وفي ناس بيجي لها كورونا وما بتحسش، دي حقيقه ما بيبقاش عارف ان هو عنده حاجه وبيبتدي يعدي الناس. فهي التفصيله كلها يا مريهان صعبه جدا. فيا رب يعدي بس الايام البرد دول قوي يبقى على خير كده والدنيا تكون ماشيه باذن الله، بس لان لازم الايام تعدي، لانه يحيى خلاص خلص بلوفراته. انا خلاص يعني بنناشد هيئه الارصاد يعني مش عندي بجد بلوفرات يعني خلاص يعني خلاص كل الالوان اوف وايت وكحلي واسود وجري. ان شاء الله الموضوع يعدي، بس ازمه برضو يحيى بيعدي بيها دلوقتي. خلونا نروح طيب لمباريات النهارده اللي هتكون متابعه. والصراحه في ماتشات طبعا سواء على المستوى المحلي او كمان على مستوى السبت الممتاز. وطبعا نبدا مع كاس الرابطه المصريه الساعه 2:30 انطلاقه المباريات. فاركو في مواجهه طلائع الجيش الساعة 2:30، أيضا سيراميكا كليوباترا في مواجهة فريق أمبي، والساعة 5 نادي الزمالك هيكون في مواجهة غزل المحلة. طيب السبت الممتاز زي ما انت قلت يا مريهان النهارده، امبارح كان في طبعا مباراه واتفورد ونورويتش، ويعني شفنا كده شويه مفاجآت والناس اللي بتلعب فانتزي يعني دانس عمل معاهم الصح. ولكن النهارده في ماتشات لسه في الدوري الانجليزي، ايفرتون الساعه 2:30 مع استون فيلا، وليدز يونايتد مع نيوكاسل الساعه 5، مانشستر يونايتد مع ويست هام الساعه 5، برنتفورد مع وولفز نفس التوقيت، وساوثهامبتون مع مانشستر سيتي الساعة 7:30. مش بس كده، نروح كمان للدوري الإسباني. إشبيلية هيكون في مواجهة سيلتا فيجو الساعة 7:30، وأتلتيكو مدريد في مواجهة فالنسيا الساعة 10 بالليل. خلونا كمان نروح للدوري الإيطالي، إنتر ميلان هيكون في مواجهة فينيزيا الساعة 7 مساء، ولاتزيو هيكون في مواجهة أتلانتا الساعة 10 إلا ربع. طبعا يعني ماتشات كتير النهارده، سواء حتى في الدوري الايطالي او الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي، وحتى كاس الرابطه عندها ماتشات كتير النهارده هنتابعها. خلينا نروح لتقرير النهارده بتتكلم عن قرعه تصفيات افريقيا المؤهله ان شاء الله لكاس العالم اللي الناس كلها مستنياها، مستنيين منتخبنا الوطني ممكن يكون بيقابل مين. ماتشين مهمين جدا باذن الله بنتمنى فيهم التوفيق لمنتخب مصر. نروح للتقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تترقب جماهير القارة استمراء إجراء قرعة التصفيات النهائية لمونديال 2022 والتي تضم 10 منتخبات، من بينها المنتخب المصري الذي وضعه تصنيف وسط منتخبات المستوى الثاني. المنتخب المصري ينتظر مواجهة أحد منتخبات السنغال، المغرب، الجزائر، تونس ونيجيريا أصحاب المستوى الأول، ويملك الفراعنة تاريخ حافل أمام هذه المنتخبات ولا تفصل سوى ساعات لمعرفة منافسه الذي سيواجهه في مارس المقبل بحثا عن الذهاب لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي. 13 مواجهة جمعت المنتخب المصري والسنغالي، تفوق الفراعنة في 7 مباريات مقابل هزيمة في 4 والتعادل في مناسبتين، ومن هذه المباريات مواجهتين بتصفيات المونديال لم يعرف فيها أسود الترنج الفوز، حيث تفوق المنتخب في لقاء وتعادل في آخر. وفي مواجهة المنتخب التونسي
ورغم تفوق نسور قرطاج التاريخي في كافة المواجهات، ففي خلال 40 مباراة لم يفز الفراعنة سوى في 13 مقابل 16 هزيمة و11 تعادل، إلا أن تصفيات المونديال حملت تفوق المنتخب المصري، ففي 6 مواجهات كان الفوز في 3 لقاءات مقابل هزيمتين وتعادل وحيد بين المنتخبين. الحال نفسه في مواجهة الجزائر الذي التقى مع المنتخب في 28 مباراة، تفوق الفراعنة في 8 مقابل 10 للخضرة ومثلهم من التعادلات، بينما في تصفيات المونديال الانتصار كان حليف المنتخب في 3 لقاءات مقابل هزيمتين وتعادلين. أما عن مواجهة المنتخب النيجيري فكانت الكفة متساوية، ففي 21 مواجهة فاز الفراعنة في 7 مقابل مثلهم لنسور نيجيريا ومثلهم أيضا من التعادلات، بينما في لقاءين في تصفيات المونديال تقاسم الفوز بلقاء لكل منهما. وأخيرا المنتخب المغربي، وهو الذي يمتلك تفوقا واضحا على المنتخب المصري والذي اصطدم بأسود الأطلس في 27 مباراة، لم يعرف الفوز إلا في 3 فقط مقابل 13 هزيمة و11 تعادل، ولم يعرف الفراعنة الفوز أبدا على المغرب في تصفيات المونديال خلال 6 مواجهات. طبعا يعني كلنا هنكون بكل الانظار بتروح الى الكاميرون الساعه 4:30 مساء بتوقيت القاهره لمتابعه القرعه الخاصه بكل المنتخبات العشر منتخبات الافريقيه اللي تاهلت من الدور الاول من التصفيات المؤهله الى قطر 2022، عشان نكون بنشوف مين المنتخبات اللي احنا هنكون بنلعب معاها. عندنا 5 منتخبات اقوياء تصنيف اول: مغرب، تونس، الجزائر، السنغال، نيجيريا. منتخب مصر هيكون بيتواجه مع فريق منهم او منتخب منهم في مباراتين حاسمتين ان شاء الله فرصنا والحظوظ للتأهل إلى كأس العالم قطر 2022. إن شاء الله كل التوفيق يكون حليفنا، واللي بكل تأكيد يا يحيى فيش منتخب سهل، ومقاييس البطولة اللي احنا فيها دلوقتي ممكن يكون في بعض المنتخبات ما ظهرتش بشكل جيد، بلاش ناخدها دي يعني بلاش تاخد دي معيار للي انت هتقابله في تصفيات كأس العالم، لأن ده الطموح مختلف، الدوافع مختلفة تماما. انت بتتكلم في ماتشين هتروح لكأس عالم 2022 في قطر، فالدوافع مختلفة تماما عن ان انت بتلعب دور مجموعات ممكن تكون ظهرت فيه بعض المنتخبات مش بالمستوى اللي انت كنت مستنيه تشوف منها. لكن بتكلم مغرب، جزائر، تونس، سنغال، نيجيريا، 5 منتخبات اقوية جدا، ونيجيريا يمكن بتتكلم حتى في كاس الامم الافريقية معهم 9 نقاط كسبين 3 ماتشات. السنغال ممكن يكون متصدر مجموعته بهدف وحيد، ولكن في الاول وفي الاخر حتى لو الجزائر طلعت من دور المجموعات، حتى لو تونس مش نفس الفكر اللي انت شفته بيه او اللي انت كنت حاطه في دماغك، المغرب نفس الكلام منتخب كبير جدا. فالخمس منتخبات دوافعهم مختلفة خالص تماما عن كاس الامم الافريقية زي ما كانت بتتكلم مريهان، او عن كاس العالم 2022. واولا واخيرا اي منتخب مريهان ممكن تقابله او هتستناه، خلاص لازم تحط نفسك ان انت بقى منتخب مصر، مش مستني نفسي نبعد عن نغمة يا رب نبعد عن فلان، يا رب ما نقابلش فلان. بالزبط. نفسي نعرف حجم منتخبنا شكله عامل ازاي، عشان بعد كده تبقى اي منتخب بتلعبه حتى الثقة اللي عندك تنقلها للعيبة، تنقلها للناس اللي موجودة حواليك، ما تبقاش فيه عندنا إحساس إنه في أي منتخب كعبه عالي على منتخب مصر أو حظوظه أفضل لما بيكون بيلعب منتخبنا الوطني. إحنا منتخب كبير، ده اللي التاريخ بيقوله، وإحنا ساعات بننسى للأسف، ولكن لازم طول الوقت إحنا نكون بنفكركم إنه حتى لو دلوقتي في بعض المشاكل اللي ممكن نكون بنشوفها على المستوى الفني مع منتخبنا الوطني، ولكن منتخب مصر كبير، كبير بكل لعيبته، كبير بتاريخه، وإن شاء الله الحاضر والمستقبل يكون حاضر لمنتخبنا الاول. خلونا برضو كده نكون بناخد معاكم النهارده سؤالنا والتفاعل بتاعكم من خلال فقره اللعبه. طبعا مفيش حاجه هتكون شغله حد النهارده غير القرعه الخاصه بالتصفيات الافريقيه النهائيه المؤهله لكاس العالم، وحابين نعرف النهارده ايه توقعاتكم، تتوقعوا مين هيكون بيتواجه معاه منتخبنا الاول لكره القدم بعد نهايه القرعه. اتكلمنا في الخمس منتخبات، 3 منهم من شمال افريقيا: مغرب، تونس، الجزائر، وكمان منتخب السنغال ومنتخب نيجيريا اللي احنا لسه كنا متواجهين معاه في بطوله كاس الامم وخسرنا بهدف نظيف. فبالتالي الوضع يعني كده كده هتكون مباراة قوية. تتوقع حاجة؟ ما بعرفش اتوقع خالص، صفر في الموضوع ده. مش بتوقع حاجة، بس يعني توقع خلي سعيد يسجل، سجل يا سعيد.
احمد سعيد. اه ماشي، سجل يا احمد يا سعيد. ايه التوقع بقى؟ هيسجل ايه؟ ما اقول توقع. بتوقع ان اقابل منتخب ايه؟ ممكن اتوقع اثنين. طيب يعني ممكن تتوقع اربعه خمسه. يعني ممكن اتوقع خمس منتخبات هنقابلهم. انا حاسه دي اه منطقيه. بتوقع الجزائر او يعني الجزائر مثلا او نيجيريا حاجه كده. اوكي ده يعني ده مجرد توقع، ملوش يعني ملوش اي صله بالواقع. ولا استنى اما اجرب، هجرب اتوقع. المشكله ان يحيى بكره اجازه، انا هاجي، فلو كنت قايله صح هبقى. قلت مين؟ انا لسه هقول. طب اتفضلي قولي عشان احمد سعيد يسجل. اتفضلي. طيب استنى بس، توترت قوي. هقول المغرب. بس كده في منتخب واحد؟ يعني ايوه انا عشان يعني لو ما جاتش في المغرب والسنغال. يبقى انت انت بتعكسي معايا عشان أيوة. لو ما جاتش انا الاثنين يعني. سجل يا احمد يا سعيد. الكاميرا بتاعتي اهو تمام. انا بقول هنلعب المغرب او السنغال. ماشي انا طبعا بقول طبعا اكيد غلط. انا مش هتوقع. انا بتوقع جزائر نيجيريا. اعتقد منتخب حاجه هيلعب المنتخب الخامس. تونس في الاخر. تونس انا هو فشل في الموضوع ده. طيب يعني ان شاء الله اللي نتمناه كده كده بغض النظر عن التوقعات هي في الاخر ما تكونش ليها اي يعني عنصر فعال او مؤثر في نتيجه المباراه. ان شاء الله نكون موفقين، وباذن الله على مدار الشهرين اللي هيكونوا بيفصلونا بقى عن المباراتين فاصلتين نكون بيشوفوا بقى. طبعا اكيد في نقاط سلبيه عند منتخبنا الوطني ونقاط ايجابيه، نشتغل على الايجابي ونبدا برضو نشتغل على السلبي علشان نكون ان شاء الله بنظهر بشكل افضل او بشكل جيد جدا ايا كان في المباراتين الفاصلتين. امبارح وانا ممكن اكون ساعات بنام بدري، ولكن انا كنت لسه دلوقتي بتفرج على جمهور الثالثه اللي بيقدمه طبعا زميلنا العزيز ابراهيم فايق، واللي طول الوقت او على مدار الحلقه كان في دعم كبير جدا جدا بيقدمه لمنتخبنا الوطني زينا كلنا. كلنا اكيد لما بنشوف النتيجه مش احسن حاجه او بنشوف مستوى بنتمنى يكون افضل، ساعات الواحد بينفعل، ولكن الانفعال بره السياق والنطاق الإيجابي، يعني أنت تكون بتقول كلام بطريقة سلبية للهد مش للبناء، ده أكيد حاجة إحنا ما نكونش أبدا حابين نصدرها للعيبة منتخبنا، خصوصا وهم لسه بيشاركوا في البطولة. هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر اللي أطلقه امبارح إبراهيم فايق من خلال برنامج جمهور التالتة أصبح أكتف جدا جدا على موقع التواصل تويتر، وكل الناس بقت بتدعم منتخبنا الوطني من خلاله، وإن شاء الله تكون كل رسائل الدعم دي تكون بتوصل للعيبة منتخبنا الوطني وهم موجودين في الكاميرون. مهم جدا يا مرهان، وكلنا زي ما انت قلتي بندعم منتخب مصر، كلنا بنطلع نتكلم. انت مش لازم لما تيجي تنتقد انتقد ولكن بشكل بناء زي ما انت قلتي، مش لازم تطلع يعني مش عايزه اقولها بتقل ادبك على اللعيب بعينه، ولكن تتطاول انت بتتطاول على اللعيبه موجوده في منتخب مصر، عندها موجوده لسه مباراه مهمه جدا في دور ال 16، فلما تطلع ايا كان اي حد، مع احترامي للجميع، ولكن اولا واخيرا هو انت مش بتنتقد نادي على حساب نادي، فانت انتمائك لنادي، لا انت اولا واخيرا وانتمائك لمنتخب مصر، فكلنا دورنا كاعلاميين وايا كان مين فينا لازم تطلع بتدعم منتخب مصر لاخر لحظه، وبعد كده يحصل بقى اللي يحصل ارجع حاسبني وارجع قول لي انت عملت 1 2 3، وارجع قول فلان ما كانش كويس او فلان ما يستحق، لكن بالطرق اللي احنا بقينا بنشوفها خلال الايام اللي فاتت ما اعتقدش ان دي طرق يعني مش ماشيين على الطريق الصح خالص. انت كده ماشي في حته تانية خالص، بعيدا بقى عن ان انت فكره ان انت تكون واخد ترند حاجه او ان انا عايز اطلع ترند عشان بقول حاجه، اعتقد مش في صالح منتخب مصر. انت ده منتخب بلدك مش نادي، انت بعيدا بقى عن اهلي والزمالك واسماعيلي خالص، ده انت منتخب بلدك، فانت محتاج من دلوقتي زي ما انت كنت بتتكلم من دلوقتي ولحد يوم الثلاث او لحد يوم الاربع الصبح لحد قبل الماتش ان انت بتكون بتدعم لعيبه منتخب مصر. ان هم في نقطة مهمة جدا يمكن الناس مش واخدة بالها منها، ان اللعيبة بقت تبص على السوشيال ميديا، بقت بتتفرج وبقت بتشوف وبقت بتسمع برامج، وبقى بيوصل لها حتى اللي ما بيتفرجش بيوصل له عن طريق حد من اهله، عن طريق حد من صحابه، ان حصل كذا 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 او ان فلان بيقول كذا، فاعتقد كل ده بيأثر بشكل سلبي كبير جدا على لعيبة منتخب مصر، وده مش عايزينه. انت عندك ماتش مهم جدا كوتيفوار، محتاج تكون داخل نفسيا متأهل بنسبة 100%، واخد الدعم الكافي من جمهور، من اعلاميين، من كل الموجود، من النقاد، من كل حاجه، دعم كامل لمنتخب مصر، وبعد كده يا عم اطلع حاسبني بقى زي ما تحاسبني براحتك، دي حتتك بقى، بعد كده انتقد واطلع قول سلبيات واطلع قول ايجابيات براحتك، بس خلينا دلوقتي نقف في ظهر منتخبنا ندعم منتخب مصر لاخر لحظه عشان ما نخشش في حته اللي هو
مش عايز اقول يعني اللي بنشوفه بقى صعب جدا على ان الواحد بيتفرج على حد او بيشوف حد بيلاقيه بيتطاول بالشكل ده على منتخب مصر او على لعيبه منتخب مصر. عدم الاحترافيه وعدم معرفه انت ازاي ممكن تكون بكلام انت بتقوله برياحيه جدا ممكن تاثر بشكل سلبي على منتخبنا الوطني، على اللعيبه. اللعيبه مش شرط تكون بتدخل تدور اللي بيتقال، ولكن السوشيال ميديا حاجه فايرل جدا، الكلام بيوصل لهم لازم، واي كوميكس واي هزار واي مصطلحات فيها استخفاف بقيمه المنتخب حاجه غير منطقيه خالص ان هي تكون بتحصل. احنا من النهارده والحد ان شاء الله ما منتخبنا الوطني يكون بيكمل مشواره سواء في بطوله كاس الامم الافريقيه او كمان في التصفيات المؤهله الى كاس العالم 2022 في قطر، احنا كجمهور بشكل كامل هنكون دايما ورا منتخب مصر. جيل كامل اتمنى انها تتجدد ان شاء الله في مباراه ال 16 امام كوت ديفوار، لما بتيجي تتفرج على المعلم كابتن حسن شحاته والجيل اللي كان معاه سواء متعب، عمرو زكي، شوقي، حسني، فتحي، كابتن عصام الحضري، كل الاسامي اللي انت بتشوفها اللي شفتها في الفيلر اللي فات واتفرجت وشفت الاجوان والروح اللي كانت موجوده عند لعيبه منتخب مصر وقتها في 6 و8 و10، اعتقد ان انت بتتمنى ان الروح دي تتجدد مره ثانيه عند لعيبه منتخب مصر. بنتمنى ان احنا نشوف لما ترجع لارقامك مع كوت ديفوار هتعرف ان انت منتخب كبير جدا، منتخب عظيم، منتخب متفوق على منتخب كوت ديفوار في لقاءات كتيره جدا. فاتمنى ان شاء الله يوم الاربعاء يكون نصيبنا وظهورنا مشرف يليق باسم منتخب مصر. خلينا ناخد حضراتكم لحصاد وارقام دور المجموعات كده اللي خلص. المنتخب الموريتاني الوحيد اللي ما كسبش اي مباراه، والمنتخب النيجيري هو المنتخب الوحيد ما خسرش مباراه مع 9 نقاط، محقق العلامه الكامله. أكبر انتصار من نصيب تونس طبعا أمام موريتانيا، اللقاء اللي انتهى بنتيجة 4-0 لا شيء. مباريات انتهت بالتعادل، 10 مباريات انتهت بالتعادل، وتم إحراز 68 هدف في دور المجموعات. المنتخبات اللي ودعت البطولة: جزائر، غانا، إثيوبيا، السودان، موريتانيا، زيمبابوي، غينيا بيساو، سيراليون. وأصبح طبعا فانيست أبو بكر تاني لاعب يسجل أهداف في دور المجموعات بعد طبعا سامويل إيتو مع الكاميرون في 2006 و8. بيتأهل منتخب جزر القمر وجامبيا إلى الدور ثمن النهائي في المشاركة الأولى لهما في أمم إفريقيا. منتخب الكاميرون وهو صاحب أقوى هجوم زي ما قلت لحضراتكم يعني برصيد 7 أهداف، ويمكن أعتقد بنقول بنسبة كبيرة جدا إن هو هيكون بيحصل على هداف البطولة، رقم كبير جدا بيسجله 7 أهداف. أو منتخب الكاميرون برصيد 7 أهداف لحد دلوقتي، عندهم صراحة أبو بكر في يعني بالظبط فينسنت أبو بكر خد المنتخب الكاميروني سواء على مستوى التهديفي وكمان من حيث الأرقام الشخصية اللي هو عملها لنفسه أو كمان الأرقام اللي هو عملها مع منتخب الكاميرون بس بدور المجموعات، ولكن بشكل عام ممكن
ممكن يكون الدور الاول او الدور المجموعات بالكامل ما شفناش فيه نسبه تهديف عاليه، الماتشات ما كانتش بتخلص بسكور كبير. ان شاء الله بدايه من الادوار الاقصائيه اللي هتكون بتنطلق بقى مع دور ال 16 نبدا نشوف الحاله الهجوميه بتزيد شويه ونستمتع اكتر. طبعا طول ما المباريات ما فيهاش اسم على اتنين بيكون فيها متعه اكبر بكتير. خلونا برضو نقول لكم ان بقى على المستوى بالنسبه لمنتخبنا الوطني كان الكاف خلاص اعلن اختياراته للافضل، واختار فعلا محمد الشناوي افضل حارس في دور المجموعات بكاس الامم الافريقيه لكره القدم، ده من قبل الكاف. واعلن اختيار محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر كافضل حارس في دور المجموعات في البطوله لحد دلوقتي. خلونا برضو نقول لكم ارقام الدور الاول او دور المجموعات بالنسبه لمحمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الاول. لعب 3 ماتشات، مباراتين بشباك نظيفه امام غينيا بيساو والسودان، وإيناتشو لاعب منتخب نيجيريا هو صاحب الهدف الوحيد في مرمى الشناوي، قدر يتصدى لثمان هجمات او ثمان تصويبات كانوا على مرمى، فبالتالي الارقام اللي محققها محمد الشناوي كبيره جدا، وممكن ما كانش حد يتوقع انه في وسط 24 منتخب من ضمنهم منتخبنا الوطني محمد الشناوي هو الافضل، ولكن دي طبعا كلها بتكون بالارقام والاحصائيات. اتلعبت 3 لقاءات لكل منتخب في دور المجموعات، فبالتالي احنا شفنا محمد الشناوي قادر ان هو يكون بيقدم العرض الافضل، وان شاء الله يكون هو كمان من الاسباب دايما لنجاح منتخبنا الوطني. هو حارس مرمى كبير بكل ما تحمله الكلمه من معنى، قدم العروض الكبيره مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر دايما حاضر في الاوقات الصعبه، ان شاء الله هو كمان يكون موفق مع منتخبنا الاول بكل العديد. طبعا بتتكلمي عن يعني حارس مرمى كبير جدا، حارسنا طبعا العظيم محمد الشناوي اللي ماشي بشكل كويس جدا، والثمان تصديات يمكن كانوا مؤثرين بشكل كبير جدا، عشان كده تم اختياره من قبل كاف كاحسن حارس مرمى في دور المجموعات، وان شاء الله يكون اللي جاي كمان بيكون بيحصل على القاب اكتر باذن الله في كاس الامم الافريقيه. خلينا نروح نشوف لقاء مع واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم المنتخب المالي اليو ديانج، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. صحيح ان مباراتنا الثانيه امام جامبيا لم تكن الافضل لنا، ولكن مدربنا طالبنا بالتماسك ونسيان تلك المباراه لكي نتمكن من القتال من اجل المركز الاول امام موريتانيا، وبالفعل كان لنا ما اردنا وفزنا بنتيجه 2 للا شيء. أكيد كمان في متابعة خاصة لكل التصريحات اللي ممكن تكون بتصدر من داخل منتخب كوت ديفوار اللي هنكون نتواجه معاه إن شاء الله يوم الأربعاء. خلونا برضو نتابع تصريحات للمدير الفني لمنتخب كوت ديفوار باتريس بومل ونعود مرة تانية. نأمل في أننا لم نعطي بعد أقصى ما لدينا، هناك عدد لا بأس به من الأشياء بحاجة للتصحيح وللتحسن، ولكن ما أعجبني كثيرا هو الحالة الذهنية للاعبين والرغبة في بذل المجهود الجماعي والنظر دوما للأمام. شاهدتهم يلعبون باستمتاع، حينما كنت أمر عليهم في غرفهم كانوا يقولون لي كوتش اسمع لا نحتاج لمزيدا من المحاضرات، فقط دعنا نستمتع. ورغم حجم التحدي والضغوط ورغم أنهم يواجهون محاربي الصحراء الجزائريين فقد استمتعوا بالفعل. إذا لم يكونوا بحاجة لتعليماتي طالما لديهم كل هذه الرغبة في الاستمتاع. كل ما يمكنني قوله لهم هو برافو عما قدمتمه هذه الليلة. نعم، ولكن العمل ليس ما نقوله أمام وسائل الإعلام، إنما هو ما نتعب فيه على مدار أشهر. الأهم هو ألا نفقد التركيز الذهني. كنا نقول لأنفسنا لا داعي للقلق، لا داعي للتشنج، يجب أن نستمر في السعي. والليلة شاهدت لاعبين يؤدون فقط الحركات الصحيحة أمام المرمى، فسجلوا مع تقديم قطع فنية على طريقة السهل الممتنعة، وكما تعلم ليس من السهل أبدا تسجيل الأهداف. هم لديهم الكثير من النجوم على قمصانهم وليسوا بحاجة للمزيد. أظنك فهمت ما أريد قوله. شكرا. مباراة كبيرة طبعا قدمها منتخب كوت ديفوار أمام منتخب الجزائر، قدر يكسب بنتيجة كبيرة، قدر يؤدي وظهور وشكل الحقيقة شفناه لمنتخب كوت ديفوار. خلينا كمان لمنتخب الجزائر بعد توديع البطولة نشوف لقاء مع عيسى مندي واحد من لعيبة منتخب الجزائر، ونرجع مرة ثانية. لن نقوم بالتحليل الآن، سنقوم بالتحليل لاحقا وبهدوء، أما الآن فالقيام بذلك لن يفيد بشيء، بل سنخطئ وسنرتكب حماقات أكبر.
يجب التحليل بأعصاب هادئة لرؤية الأخطاء والتمكن من تصحيحها. نعم بالتأكيد، ولكن أولا علينا أن نخلد إلى راحة ثم نعود لأنديتنا، ولكن ستبقى عقولنا مع المنتخب لأنه من الصعب جدا علينا الخروج من الدور الأول للبطولة، ومن المؤكد أن تركيزنا مستقبلا سينصب أولا على تصفية كأس العالم، حيث سنعرف من هو منافسنا يوم السبت، وسنفعل كل ما بوسعنا للتأهل، ونحن بحاجة لجمهورنا. طبعا دي تصريحات من واحد من نجوم منتخب الجزائر، وكنت انا ويحيى بنتكلم حتى في قبل انطلاقه الحلقه النهارده، وقد ايه متوقعين ان منتخب الجزائر هيكون من المنافسين الاقوياء جدا في تصفيات كاس العالم او المرحله النهائيه اللي هنكون بنتابع فيها بقى القرعه النهارده. منتخب الجزائر وخروجه من دور المجموعات وهو حامل اللقب بمستوى غير متوقع، مع وجود تقريبا عدد كبير جدا من نجومه، تقريبا الصفوف مكتمله، ووجود مدربه الكبير الكابتن جمال بالماضي، والنتيجة الغير مرضية أكيد بشكل كبير للشارع الجزائري. أكيد هيكون في رومنتادا قوية جدا هيكونوا حابين يقدموها اللعيبة، ده باين كمان من تصريحات اللاعب اللي هو احنا لازم نفوق وكل تركيزنا مع منتخب بلادنا وكل تركيزنا في الخطوة اللي جاية المتعلقة بكاس أو بالتأهل إلى كاس العالم 2022. فهنكون بنتابع النهاردة القرعة، وخلال بقى الشهرين تقريبا أو أقل هنكون بنتابع مستويات المفروض تكون مختلفة خالص لكل منتخبات اللي هتكون بتتنافس على 5 مقاعد، 10 منتخبات وخمس مقاعد في كاس العالم 2022. مشاهدينا اكيد لسه في حديث هنكون بنستكمله، ولكن بعد الفاصل نواصل. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم، واكيد الحديث عن منتخبنا الوطني وعن اخبار منتخب مصر، وعندنا اكيد اخبار كتيره عن النوادي سواء اهلي زمالك او حتى الانديه الاخرى، كل ده يكون موجود معانا في اون فاير نيوز. خلونا نبدأ جولتنا الإخبارية طبعا مع منتخبنا الوطني، وبالفعل وصلت بعثة المنتخب الوطني لمدينة دوالا الكاميرونية قادمة من العاصمة ياوندي في رحلة طيران استغرقت 30 دقيقة استعدادا لمواجهة منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء اللي جاي في دور ال 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية. امبارح كان حسن جنيمة طبعا زميلنا اللي موجود مع منتخبنا الوطني في مشواره في البطولة كان بينقل التفاصيل امبارح بالليل إنه مدينة دوالا الجو فيها رطوبة بنسبة بتصل ل100%، ان هم بينهجوا وهم بيتكلموا ان رحلة الطيران الخاصة بمنتخبنا الوطني كانت صعبة جدا جدا، قعدوا في المطار مستنيين الطيارة اكتر من 3 ساعات، والمطار صغير وهم عددهم كبير، وكان في مشاكل كتيرة جدا بتخص الرحلة. وصلوا خلاص دوالا والحمد لله، قعدوا 3 ساعات علشان الشنط تكون بتوصل الاوتيل. فيعني امبارح ما كانش افضل يوم بالنسبة لمنتخبنا، وللأسف كان فيه لعيبة كتير جدا أصيبت بالإرهاق، وكان لازم مستر كارلوس كيروش يديهم أجازة أو راحة سلبية لأن كان فيه ضغط كبير جدا. قصص السفر كده كده لما بتكون مش مريحة بتكون مرهقة إلى حد كبير، فبتبدو أن الرحلة مدتها الزمنية قصيرة ولكن هي تفاصيلها كانت مرهقة جدا. طبعا أعتقد أن الحاجات دي كلها بتأثر مريان بالسلب يعني على أي منتخب مش على منتخب مصر بس. أكيد. أنت لما تقعد في المطار بكل العدد الساعات دي أو يبقى فيه جو او الرطوبه عاليه بالنسبه اللي كان بيتكلم فيها حسن امبارح دي، اعتقد كل دي عوامل جداً. عوامل سلبيه. درجه الحراره كانت بالليل، هو كان بيعمل اللينك بتاعه بالليل 41 يعني الموضوع صعب يعني كل دي حاجات صعوبات المفروض يعني بتكون موجوده. نتمنى ان هي ما تكونش بتاثر بالسلب على منتخب مصر، ونتمنى كده ان يكون كل اللعيبه ان شاء الله لحد مباراه كوت ديفوار سليمه، ما يكونش في اي اصابات حتى سواء عضليه او اصابات بفيروس كورونا. نتمنى السلامه لكل لعيبه منتخب مصر، واعتقد ان دايما بيكون الموضوع صعب او التنقلات اللي بتبقى جوه من الكاميرون من ياوندي للدوالة الكلام ده كله بيبقى صعب جدا. فأتمنى يعني ان ما يكونش في اي حاجه بتصيب لعيبه منتخب مصر. طيب كمان حرص كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على الحديث مع لاعبي المنتخب اكتر من مره بعد التاكد طبعا من
مواجهه كوت ديفوار في دور ال 16. وقال كراش للعيبه منتخب كوت ديفوار مش مرعب، مش المنتخب اللي انت ممكن تعمل له حساب بالشكل ده، وان المباراه في المتناول بالنسبه لينا، بدليل ان منتخب كوت ديفوار عانى امام سيراليون في المباراه الاولى في كاس الامم الافريقيه وتعادل معاها 2-2، وفاز كمان بصعوبه كبيره على غينيا الاستوائيه في المباراه الثانيه بهدف نظيف. ولكن خلينا نقول ان المباراه الاخيره ليه امام الجزائر كان مختلف بشكل تماما، وده مش يعني مش اللي الراجل قاله، ده اللي انا بقوله، ان انت لما تيجي تقيس انت دايما بتتكلم ان ممكن يكون الاداء بيجي بشكل تصاعدي مع كل المنتخبات في كاس الامم الافريقيه، فما تقيسهاش على سيراليون. غينيا بعد كده تيجي، ما هو كان قدام الجزائر كسب 3 وكان جايب جون واتحسب اوفسايد 4 وكان عامل مباراه كبيره جدا على منتخب كبير، ما كانش بيلعب منتخب قليل حتى مثلا، عشان تقدر تقول اصل هو مش المنتخب القوي اللي تقدر تقيس عليه، لا انت بتلعب الجزائر. فبرضه ممكن تكون دي وجهة نظر كيروش، ان هو بيشيل الضغط على لعيبة المنتخب مصر قبل اللقاء، بيقول لهم ان الماتش في المتناول، بس بلاش حتة ان انت ممكن تكون يعني شايف ان الماتش سهل او كوت ديفوار مش المنتخب القوي اللي ممكن يعاند معاك، لا منتخب كبير، منتخب بيمتلك في كل خط لعيب واتنين على مستوى كبير وعظيم جدا، فانت لازم تعمل حساب لمنتخب كوت ديفوار ايا كان انت وجهة نظرك او سياستك ككوتش في المنتخب عاملة ازاي. انت بتدور دنيتك بشكل ان انا هشيل الضغوط من على اللعيبة بتاعتي بان انا اقول لهم ان الماتش سهل، فدي وجهة نظر او دي مدرسة مديرين فنيين ممكن بيشتغلوا بالطريقة دي، ولكن هو ماتش بالنسبة لنا احنا كناس بتتفرج وبتتابع، ماتش مش سهل، ماتش صعب، ماتش مع منتخب كبير، مع منتخب بيقدم عروض كويسة في كاس الامم الافريقيه، حتى لو انت شايف اول ماتشين ما كانوش احسن حال، ولكن قيس دايما على اللي ناهي بيه، لان اللي ناهي بيه هو اللي اعتقد اللي هيكون بيظهر بيه في دور ال 16. طب خلونا برضو نكون واقعيين، وانا مش من الاشخاص اللي بتحب طول الوقت تستند للتاريخ، لان انا عندي يقين واقتناع كبير جدا ان الكوره وغير الكوره في اي مجال التاريخ مجرد حاجة نحب نتذكرها، ولكن اللي بيتاخد بالفعل في الحسابات هو الواقع والحاضر اللي احنا عايشين. ولكن لو هنبص على التاريخ بس في نقطة معينة وبسيطة متعلقة بمنتخبنا الوطني، منتخب مصر فاز في أوقات كتيرة على منتخبات كبيرة وكانت ممكن هي في الوقت ده هي الأفضل منه، وبالرغم من ده قدرنا ان احنا نكون بنعمل قدامهم ماتشات كبيرة جدا ونفوز، واحنا ما كناش الحلقه الاقوى ولا احنا كنا المنتخب الاقوى. فعلا منتخبنا الوطني مع اختلاف الاجيال مستواه بيعلى مع المنتخبات الكبيره، يعني ممكن تلاقينا واحنا في وقت مستوانا مش احسن حاجه نخسر من منتخب احنا المفروض افضل منه، ولكن لما بتيجي لماتشات قويه مع منتخبات كبيره تحس ان منتخبنا الوطني شخصيته وهويته الحقيقيه بالتاريخ بتاعه بيبدا يكون واقف في المباراه بشكل مختلف. ده اللي احنا بنتمناه، ان الجيل الحالي يكون بيستعيد وبيسترجع ذكريات الانتصارات اللي هي بتكون على المنتخبات الكبرى، المنتخبات اللي ممكن تكون بتبدو هي الافضل وعندها الاوراق الأقوى، إحنا نقدر نعمل عليهم المباريات الكبيرة. ده اللي إن شاء الله بنتمناه يكون بيحصل، وده اللي بإذن الله منتخبنا الوطني كتاريخ بيراهن عليه طول الوقت. فإن شاء الله مباراة كوت ديفوار مش سهلة لكن مش مستحيلة، دي الحاجة اللي إحنا بنتكلم فيها، كل حاجة ممكن تحصل في كرة القدم. أنا كنت يعني مع بقى صعود أفضل توالد، أنا منتخب سيراليون فعلا كان نفسي يصعد لدور ال 16 بالاداء اللي هو قدمه. منتخب قدم فاجئنا كلنا الحقيقه، يعني انت بتتكلم في منتخبات على فكره كانت مفاجاه، جامبيا كان من المنتخبات اللي وكابيردي لا يعني في منتخبات والله ما كانش الواحد حاططها في الحسبان تماما، وكنت شايف ان هي منتخبات مجرد هي تواجد بس في كاس الامم الافريقيه بتكمل ال 24 منتخب، ولكن لا ظهروا بشكل مميز جدا، وكانوا في منتخبات تستحق ان هي تكون موجوده في ال 16 بالظبط. فيعني بطوله في الاخر شفنا فيها دروس كتيره جدا، اهمها ان انت ركز في اللي بيحصل دلوقتي، مالكش دعوه بالتاريخ، ركز في الحاضر واشتغل عليه، والكوره مش بتعترف بالتاريخ على الاطلاق، بتعترف باللي بيجتهد داخل الملعب. خلونا نكمل بقيه اخبارنا، وفيما يخص طبعا اصابات في اكتر من عنصر اساسي لحقت بمنتخبنا الاول لكره القدم، بيواصل محمود الونش مدافع منتخب مصر الغياب عن تشكيل الفراعنه امام كوت ديفوار بسبب اصابته بشد في الاماميه، واحتياجه لوقت اكتر من كده علشان يكون بيتعافى قبل العوده للتدريبات الجماعيه.
الجايه. في المقابل وخبر لطيف طبعا جدا جدا، واحد من اهم نجوم منتخبنا الوطني واللي ماشي بشكل فيه استمراريه عظيمه سواء مع منتخب مصر او مع نادي الزمالك، احمد فتوح الظهير الايسر في التدريبات الجماعيه هيكون موجود بدايه من بكره ان شاء الله بعد اكتمال شفائه من الالام اللي كانت عنده في السمانه، علشان يكون جاهز للعوده مره ثانيه في مباريات منتخبنا امام منتخب كوت ديفوار. عنصر مهم جدا جدا بيعود ان شاء الله لمنتخبنا الوطني. كل التحيه والتقدير لايمن اشرف اللي كان متواجد في مركزه، ولكن ان شاء الله فتوح يكون بيعود وان شاء الله يكون بيعود بمستواه المعهود. يعني اعتقد طبعا عوده مره ثانيه لاحمد فتوح واحد من نجوم منتخبنا، ولكن ايمن هل الراجل هيفكر ان انت فتوح عنده شويه؟ اقول لك على حاجه محدش عارف. طيب الراجل هيفكر ازاي؟ يعني ما انا بتكلم في نقطه مهمه، انت ايمن اشرف في الماتشين اللي لعبهم عامل ماتشات كبيره جدا الحقيقه، وواجباته الدفاعيه اكتر شويه من فتوح، فانت هل هتلعب بفكره ان انت سواء عمر كمال عبد الواحد او فتوح الاثنين بيتقدموا، ولا عايز تغطي عشان كوت ديفوار هتكون بتضغط عليك؟ فهي فكر الراجل اللي محدش عارفه هو اللي هيحدد فتوح هيكون بيشارك يعني ولا لا. مختلفة خصوصا ان ايمن اشرف يعني فتوح جايب بقاله شويه عن المباريات وايمن اشرف رجليه في الملعب بشكل اكبر، هل دي هتكون نقطه بيتم اتخاذها بالحسبان، ولا هيكون في اهتمام مثلا مع عدم وجود محمود حمد الونش ان خلاص يتم الدفع بايمن اشرف مره ثانيه كثيرد باك؟ ما انت برضو مش عارف ايه اللي هيحصل. هو انا الحقيقه عارف حاجه؟ انا الحقيقه انا مش عارف. اللي احنا متاكدين منه ان الونش مش هيكون بيشارك بالزبط. مش موجود محمد عبد المنعم واحد من اللعيبه اللي بالظبط يعني مين هيكون جنب حجازي يعني؟ عبد المنعم. عبد المنعم اه طبعا. وايمن اشرف لا، ايمن لو هيلعب هيلعب باك ليفت، هو مصنف كروش مصنف ايمن كباك ليفت، هو مش مصنفه كثيرد باك خالص، هو شايف ان هو بتلعب باك ليفت، ولو موجود سواء هو او فتوح مين اللي هيكون موجود؟ ولكن محمد عبد المنعم بعد المباراه الاخيره وبيسجل هدف والحقيقه ماشي بشكل كويس، وكلامه حتى كروش في المؤتمر الصحفي عن محمد عبد المنعم ان هو واحد من نجوم الكره المصريه وواحد من اكتشافاته هو يعني كمدير فني، اعتقد لا محمد عبد المنعم هو اللي هيكون موجود بجانب حجازي بنسبه 100% يعني، الا لو الراجل حبي فاجئنا يعني مفاجاه سبعه فدي لسه مش عارفينها يعني. طيب نرجع نستكمل اخبارنا، وبيحذر طبعا المدير الفني المنتخب نيجيريا من صعوبه مباراه منتخب بلاده في دور ال 16 ضد منتخب تونس، وقال مدرب نيجيريا مبروك لفريقنا، من الواضح اننا بنلعب ضد تونس وهي منتخب شمال افريقي قوي جدا، واضاف كمان بنكمل العمل مع اللعيبه اللي موجوده في نفس النهج، ممكن تختلف التاكتكس اللي هنلعب بيه، ولكن هو الراجل شايف ان هو جاهز، ان هو الراجل شايف ان هو منتخب قوي، منتخب عمل اللي عليه بزياده في الثلاث ماتشات، ماشي بالعلامه او طالع بالعلامه الكامله، ماشي بشكل كويس في تدريباته، اعتقد ان هو شايف ان مواجهه تونس مش سهله، مع ان منتخب تونس ممكن يكون اخر مباراه ليه ما ظهرش بالشكل اللي كانت الناس مستنياه، وحتى كان بيعاني ان هو بيكون في حته ان هو هيكون بيصعد ل 16 ولا لا، ولا ممكن يكون بيخرج، بس في الاول وفي الاخر موجود منتخب تونس، فمنتخب نيجيريا او منتخب تونس او كل المنتخبات الموجوده بنتمنى ليها كل التوفيق طبعا، وكل المنتخبات العربيه اكيد اولا واخيرا بنتمنى ليها كل التوفيق. منتخب تونس واحد من المنتخبات العربيه اللي بتشارك في النسخه الحاليه من كاس امم افريقيا، واللي صعد كافضل ثالث الى دور ال 16، والحقيقه كمان منتخب تونس عنده نجوم كتير، وعنده كمان على راس القياده الفنيه مدرب كبير، مدرب وطني، فبالتالي كل الحسابات عنده مفروض مكتمل، ولكن بتبقى الكورونا من العناصر الأساسية اللي أثرت بشكل سلبي بعض الشيء على الأوراق اللي بيمتلكها الكابتن منذر الكبير، وكمان بنتكلم عن بعض المفاجآت اللي حصلت في الشق التحكيمي في أولى المباريات اللي شارك فيها منتخب تونس. النهاردة كمان في قرعة كأس العالم أو قرعة التصفيات النهائية المؤهلة إلى المونديال، يا ترى منتخب تونس والشارع التونسي ومحللين الكرة التونسية شايفين منتخب تونس في هذه المشاركة وفي التوقيت الحالي بالتحديد عامل ازاي؟ الكابتن سامي العروسي واحد من نجوم منتخب تونس السابقين بينضم إلينا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا كابتن ومنور الدنيا.
صباح النور ومرحبا بيك يا مرحبا بيك. مرحبا فيك. مرحب بيك يا كابتن، منورنا وصباح الفل على حضرتك ومبروك وجودكم طبعا في دور ال 16. وعايز اتكلم مع حضرتك في البدايه الشكل اللي ظهر بيه منتخب تونس، يمكن اتظلم في مباراه اولى بعد كده بيكسب 4 بعد كده المباراه الثالثه، شايف ظهور منتخب تونس لحد دلوقتي في كاس الامم الافريقيه ازاي يا كابتن؟ تقريبا المنتخبات شمال افريقيا، المنتخبات العربيه تونس المغرب مصر الجزائر، يعني كانت يعني خرجت من الدوره هذه في الدور الاول اللي ما كناش نتصوروه معناتها صحيح يكون باش يكون يعني بالطريقه هذه. منتخب تونس كان مرشح باش يكون الاول على المجموعه نتاعو، خاطر هو زاد ماشي بال 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 بالنقاط يعني كما نقولوا احنا 30 عالميا والاول عربيا، يعني في المكان نتاعو كان مرشح على غامبيا ومرشح على مالي ومرشح على موريتانيا باش يكون في المرتبه الاولى، لكن ترشح ثالث وكانت خيبه زاد للشارع التونسي النتائج اللي صارت. يمكن بعض الحاجات كانت الاهدار ضربه جزاء، ثلاثه ضربه جزاء جزيري في ثلاثه مقابلات يعني متتاليه كي نجم تكون نقاط اخرى اضافيه. يمكن زاد انه الكورونا كما قلت طبعا كانت مؤثره يعني على 12 لاعب طرد في مقابله واحده، يعني عدد كبير برشا يعني خلى الاوراق الكل ماهيش موجوده في المنتخب التونسي، وهذا ينجم تونس في المرحله الثانيه تنجم تكون بوجه اخر، يعني يبقى كما قال المدير الفني للمنتخب نيجيريا يقول منتخب تونس يقعد فريق قوي، يقعد فريق مخبي حاجات يعني مازال ما ظهرش بالمستوى نتاعو، ينجم يكون افضل من اللي كان، وباش تكون الكاس الافريقيه هذه كانت يعني ظهرت حاجات اخرى في افريقيا، ظهرت فرق جديده صح كما غامبيا ظهر بفريق يعني مستوى عالي، كظهر فريق متوازن يعرف يلعب الدفاع يعرف يلعب يعرف يهاجم يعرف يربح، كما برشا فرق افريقيه اخرى ظهرت. ال 24 فريق يعني عدد كبير صحيح، لكن عملت مواجهات في الدور الثمن النهائي، عملت مواجهات كبيره كما مصر والكوت ديفوار، ظهر لي مواجهه كبيره زاده باش تكون في الدور الثمن النهائي، تونس ونيجيريا مواجهه كبيره في الدور الثمن النهائي، يعني مقابلات باش تكون حاسمه، وخساره باش يخرج فريق من زوج فرق، يعني باش تخرج نيجيريا ولا تونس، باش تخرج كوت ديفوار ولا مصر، خساره كبيره زاده. نتمنى الفريق التونسي يكون حاضر، صحيح ما نجموش نعرفوا الكورونا قداش باش تكون معناتها في المقابله، قداش العدد باش يكون، قداش باش يرجعوا، لكن صعيب اذا باش يرجعوا في حاله يعني بدنيه يكون مريض بالكورونا يعني يرجع يلعب، حتى المارش يعني يقولوا احنا قداش ينجم يلعب وقت في المقابله ولا في الوقت ما يكونش بالمستوى العالي نتاعو خاطر كان معناتها في ارهاق بدني وكان مع كورونا، يعني كوب افريقيا هذيا ما كانتش في المستوى العالي اللي كنا نستنوه حتى في تنظيميا حتى ملاعب، يعني ثم نقاط سلبية صغيرة مقارنة بالكأس العربية اللي كانت في قطر من كام أسبوع. طيب خليني أسألك يا كابتن سامي عن متابعتك للمجموعة الرابعة، وخصوصا بقى يعني منتخب نيجيريا أكيد هيكون في مواجهة قوية ما بينه وما بين منتخب تونس إن شاء الله في دور ال 16، رؤيتك الفنية لمنتخب نيجيريا ونقاط القوة اللي بيمتلكها منتخب تونس لفرض سيطرته على هذا اللقاء على المستوى الفني. منتخب نيجيريا عمل 3 لقاءات و3 انتصارات، يعني المقابلات نتاعو كانت عاليه، ما كانش كان عنده مستوى منظم، كانت الفنيات نتاعو عاليه، امكانيات بدنيه كبيره للمنتخب النيجيري. المنتخب التونسي فنيا باش يلعب مع نيجيريا عكس المقابلات نتاعو، يعني باش يلعب بالبلوك باي نقولوا احنا نسموه الدفاع، معناتها خاطر نتصور اللي المنتخب التونسي ما عندوش الامكانيات البدنيه بس اهله باش يكون ند للند مع الفريق النيجيري، وهذا يتمشى مع طريقه اللعب اللي تتعمدها تونس منذ سنين يعني مع الفرق الافريقيه خاصه الفرق الكبيره، تلعب الدفاع تلعب الاربعه دفاع تلعب ثلاثه محور ثلاثه في الوسط، يعني تلعب حتى ثلاثه الوسط نسموهم احنا دي بيفو يعني يعني ايه ايوه ثلاثه افتكاك ثلاثه افتكاك معناتها ثلاثه وسط افتكاك مع ثلاثة مهاجمين، حتى ثلاثة مهاجمين تتبدل تولي 4-5-1 يعني الطريقة المثلى في تونس مع يعني 5 في الوسط يولي وحتى مهاجم واحد، وهذا يتمشى انه زاد الضغط باش ينقص على المنتخب التونسي،
قطر تونس ديما في المقابلات اللي تلعب مع مقابلات فرق افريقيه صغيره ديما تلقى صعوبات وتلقى ضغط كبير من الشارع والشارع مع المنتخبات الكبيره المستوى بيعلى المستوى بيعلى وزاد الضغط ينقص من الشارع يعني ما يطلبش منك باش تربح بنتيجه ولا بالسيف والا مع الوقت يعني تلقى روحك متخلق النتيجه ديما سير سير لصالح المنتخب التونسي والكره اخطا ونتصور ان المنتخب التونسي بطريقه ذكيه ينجم يخرج من منتخب نيجيريا لو انه تونس عدت بزوز مقابلات ولا كانت منتصره في مقابل في مقابلتين وعملت تعادل في الانتيات يعني تمركيو كنا نجم ندخلوا بقوة أخرى ونقول المنتخب التونسي باش يسيطر على نيجيريا وتربح نيجيريا ولكن الزوز فرق كبار ما تنجمش تعرف شكون ينجم يربح 50-50 ونتصور المنتخب التونسي باش يعدي مقابلة أفضل من اللي عداهم إن شاء الله. كابتن سامي يعني بعد دور المجموعات وثلاث لقاءات لمنتخب تونس يعني إيه السلبيات اللي ممكن يتفاداها منذ الكبير في مباراة نيجيريا من وجهة نظر حضرتك؟ من وجهة نظري أنا أنه المنظر الكبير عنده ثلاثة حاجات يمكن أختار تكبهم يعني المقابلة مالي كان أكثر دفاع وما جازش وقتها سجلت مالي ضربة جزاء مشى للهجوم وعمل وقت به وجاب ضربة جزاء يعني كان ينجم يمن بالحظ نتاعو يمشي للهجوم أكثر ويتفادى أنه يكون دفاعي أكثر لأن يعني حتى نتيجة سر دخلنا مقابلة مالي حبينا نقولوا احنا زوز فرق كبار في المجموعة نخرجوا بالتعادل ونكملوا معناتها المشوار نتاعنا ونترشحوا يترشحوا زوز فرق بأريحية لكن صار اللي صار وخسرنا المقابلة الأولى مع أنه غامبيا ورت لنا اللي مالي ماهوش فريق كبير وعملت التعادل نتاعها وعدت مقابلة كبيرة ومع أنه زادة تونس سيطرت على غامبيا وغامبيا ماركت في الأخر يعني غامبيا دفاعيا يعني 90 دقيقة مع تونس عدت تقريبا 74% نسبة امتلاك كورة للمنتخب التونسي وصلنا المنتخب التونسي في الماتش الثاني موريتانيا عدى مقابله كبيره عدى مقابله باهيه لكن المقابله الثالثه مع غامبيا ما نجحناش كما قلت لك ثم برشا اسباب منهم اهدار ضربه جزاء منهم ظروف ماتشات يا كابتن سامي يمكن اهدار ضربه جزاء للجزيري بعد كده في اخر دقائق غامبيا بيسجل هي ظروف ماتش ممكن بس كنت نجم تتبدل الظروف لو كان سجل طبعا اكيد ضربات الجزاء هي حنسموها ضربات حظ هكا طبعا بتغير لكن جدا لكن احنا نقولوا اللي المسؤول الاول على ضربات الجزاء هو المدرب صح يعني احنا ما نقولوش اللي يجيب ضربه جزاء يمشي يشوتها معناتها هذا اللي صار مع المساكني في المقابله الثانيه وهذا اللي صار مع الجزيري في المقابله الثالثه هو كمان كابتن منذر الكبير كان ليه تصريح بيخص واحده من ضربات الجزاء اللي تم اهدارها وان هو كان بيتكلم انه علي معلول كان حابب ان يوسف يكون بيدخل في اجواء البطوله بشكل اكبر فاهداه الركله او ضربه الجزاء وتم اهدارها فهي فعلا بتكون ليها مدرسه قصه ضربات الجزاء في مباريات المهمه يعني لا للفتشكه في الحكايات هذه ضربات الجزاء ومقابله يعني احنا في محتاجين باش نلقاو اللي شوت معناتها تو احنا مبدئيا تو في الفريق القومي التونسي المشكله اللي باش تدير لنا الجزائر لو تجي ضربه جزاء في مقابله كبيره كما نيجيريا وفي وقت حساس شكون اللي عنده الامكانيه ولا اللاعب اللي عنده ثبات انفعالي باش يتقدم ويشوت نتصور دخلنا في مشكله المشكله عملناها دلوقتي احنا واذا كان زاد تو في الادوار الثمن النهائي ولا الانكار ولا الربع النهائي تمشي تعادل ولا 120 دقيقه تعادل الخمسه اللي باش يشوتوا ضربات جزاء يعني سعيد باش تخرج خمسه تو ما تكون تخرج في فركس على واحد باش يمركي لك مع اربع اهداف ضربات جزاء متتاليه راهو ما ننساوش اللي ثم واحده في الكوب داراب اعتقد دي من النقاط اللي لازم الكابتن منذر الكباير وان شاء الله لو هو عنده كورونا يكون اي شخص مسؤول بقى في الجهاز الفني بيتناول النقطه دي لانه في الادوار الاقصائيه صعب جدا يكون في اهدار لركلات الترجي بالظبط خليني قبل ما نختم مع حضرتك بس علشان النهارده هتكون بنتابع القرعه الخاصه بالمباراتين الحاسمتين للمنتخبات للمشاركه في المونديال احنا عندنا في مصر طول الوقت الاحساس بتاع لا نتفادى مواجهه منتخبات شمال افريقيا فهل هل في تونس برضه بيبقى في التفكير ده ولا الوضع عامل ازاي الوضع احنا في تونس بصراحه احنا في تونس بنحب نتفادى الاسامي الكبيره في الاسامي اللي في رق الكبيره اللي هي مسيطر علينا سنين كيما نيجيريا كيما
غانا كيما الكوت ديفوار كيما بس غانا المره دي تمام غانا الكاميرون غانا النسخه دي تمام يعني لو جت معاكم لكن الكاس الافريقيه هذه ظهرت اللي المستوى متقارب برشا في كاس الامم حتى الدول الافريقيه يعني متقاربه مع دول شمال افريقيا وان شاء الله نتفاداو مصر ولا نتفاداو خاصه مصر ونتفاداو زاد مصر والجزائر ان شاء الله نتفاداو خاطر نحبوا الدول الافريقيه العربيه شمال افريقيا يكونوا ثلاثه موجودين يعني في نهائيات كاس العالم يا رب وان شاء الله نبعدوا على الدول لانه تكتيكيا نقولوا احنا فنيا المستوى عالي نتاع الفرق الافريقيه سيرتو نتاع يا ربي نتاع شمال افريقيا تكتيكيا تقول لي المقابله ما تتعداش كبيره اللي فيها برشا حسابات واللي فيها برشا اندفاع معناتها نقولوا احنا تضييع وقت يعني يعرفوا بعضهم جوال شمال افريقيا ما يعدوش مقابله كبيره نتصور مع الدول الافريقيه ومع ما تحسبش الجمعيات ما تحسبش في الفنيات تعتمد على الفنيات اكثر من التكتيك يعني اكثر من التكتيك نتصور تعدى مقابلات كبيره ونتمنى نبعد على الفريق المصري ونتمنى زاد الجزائر تبعد على الفريق المصري لانه زاد في مصر عندها الاسبقيه على دول على الدول الافريقيه يعني مصر تبعها كوب افريقيه من ذوق حضرتك لا 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 حقا يعني فنيا مصر تعرف تربح في افريقيا وتعرف تربح الدول حتى الكبيره ما عنديش خوف منهم ومنتخب تونس كبير منتخب تونس كبير بالحاضر والماضي بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سامي نورتنا وان شاء الله طول الوقت كده نكون بنشوف منتخباتنا العربيه متفوقه على المستوى الافريقي وعلى المستوى كمان العالمي كابتن سامي العروسي واحد من نجوم منتخب تونس السابقين كان معانا طبعا اكيد بنشكر كابتن سامي شكرا جزيلا وبنتمنى التوفيق طبعا لمنتخب تونس خلينا نطير سريعا طيب لدوالا للكاميرون لزميلنا العزيز حسن غنيمه ونعرف منه اخر التفاصيل هناك الدنيا ماشيه ازاي درجه الحراره لسه 41 ولا الدنيا هديت شويه ولا 45 يا حسن صباح الفل عليك صباح الفل يا يحيى صباح الفل يا مريان صباح الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان بالظبط يا يحيى درجه الحراره ما زالت 41 بقى لكن اللي زاد عليها ان الرطوبه هنا في مدينه دوالا معديه نسبه 100% الحقيقه يعني ممكن كده نبقى واقفين قدام الكاميرا بنمسح العرق العرق بيطلع بعد اقل من نص ثانيه على طول يعني الاكسجين هنا قليل جدا بنحاول نلاقي نقطه اكسجين في الجو هنا في مدينه دوالا وخاصة ان هي من المدن اللي بتعتبر من اكتر المدن الرطوبة على مستوى افريقيا الحقيقة لكن بقى خليني اقول لك اجواء ومعسكر منتخبنا الوطني هنا في مدينه دوالا امبارح كانت يعني اليوم كان عنوانه الارهاق طول اليوم من رحله الطيران يعني بالرغم من ان هي رحله الطيران كانت قصيره جدا كانت مدتها حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع ولكن كل الكواليس بقى اللي حوالين الرحله هي دي اللي كانت السبب في الارهاق لكل لاعبتنا الحقيقه يعني منتخبنا الوطني وبعثه منتخبنا الوطني كانوا عملوا كده تدريب خفيف في ملعب الفندق او في قاعه الموجودة قاعة الاجتماعات الموجودة في الفندق في العاصمة الكاميرونية ياوندي وكان المفروض انه الطيارة كان معادها الساعة 1 الظهر بتوقيت القاهرة الطيارة عملت اقلاع من ياوندي لهنا لدوالا الاقلاع كان الساعة 3 وبالتالي الطيارة اتأخرت ساعتين ومطار ياوندي كان يعني ضيق شوية فبالتالي السلطات حاولت ان هي الكاميرونية انها تفتح صالتين على بعض عشان يكون المطار اكبر من كده ويستوعب البعثة المصريه في درجه حراره كانت عاليه شويه التكييف بتاع المطار ما كانش شغال قوي وبالتالي اللعيبه طبعا فضلت قاعده منتظره ميعاد الطياره اللي اتاخر حوالي ساعتين في الحته الموجوده والحته الضيقه دي وفي ظل بقى ان كل الناس اللي موجودين من الجمهور الكاميروني الجميل طبعا والعمال اللي موجودين في المطار بيحاولوا ان هم يتصوروا مع لعيبه منتخب مصر في الحته الضيقه دي وخاصه بقى نجمنا المصري محمد صلاح ولكن يعني مسؤولي المنتخب حاولوا ان هم يبعدوا الناس شويه عشان خوفا طبعا من كورونا يعني حتى في نفس المدينه اللي احنا موجودين فيها يعني عدد كبير جدا من عناصر المنتخب التونسي ما زال موجود فيها للاصابه بكوفيد وبالتالي شفاهم الله وعافاهم طبعا وبالتالي كيروش بخايف على كل اللعيبه ان هم يصابوا بفيروس كورونا عشان كده مانع الاقتراب منهم تماما او التصوير مع الجماهير خليني اقول لك بقى بمجرد كمان بقى الوصول بعد رحله نص ساعه لساعه الا ربع بعد الوصول من العاصمه الكاميرونيه ياوندي لمدينه دوالا الكاميرونيه استمر بقى الارهاق الشنط فضلت متاخره حوالي 3 ساعات واللعيبه فضلوا مستنين الشنط فتره طويله جدا عشان كده كيروش قرر ان اللعيبه تتوجه الى فندق الاقامه اللي موجود هنا في مدينه دوالا والشنط تيجي ورا
اللعيبه على طول. الشنط اتاخرت حوالي 3 ساعات، العربيه اللي بتيجي بقى ورا اللعيبه بالشنط اتاخرت فتره كبيره جدا. لكن يعني وده طبعا كان كيروش المفروض ان هو منظم تمرين بمجرد نزوله لمدينه دوالا، كانت الساعه حوالي 5 بتوقيت مصر، فطبعا الشنط اتاخرت، فاللعيبه معهاش اللبس اللي يقدروا ينزلوا بيه التمرين او ادوات التدريبات حتى اللي يقدروا يتمرنوا بيها. وبالتالي كمان كيروش يعني املاغي التمرين امبارح، وبالتالي اللعيبه ما اتدربتش واكتفى بتدريب بسيط جدا جوه قاعه صغيره او قاعه اجتماعات صغيره جوه فندق الاقامه هنا في دوالا. يعني كان تدريب بدني كده خفيف يعني عشان اليوم ما يضيعش وان احنا نقدر نتدرب. فندق الإقامة اللي فيه منتخبنا الوطني هنا في مدينة دوالا الحقيقة هو فندق ما نقدرش نقول عليه متواضع، ولكنه فندق صغير جدا يعني بالكاد بيكفي كده بعثة منتخبنا الوطني وبعض الجست اللي موجودين في الفندق، ولكنه فندق في الأول وفي الآخر صغير شوية. يعني حظ منتخبنا الوطني في قرعة الفنادق من أول البطولة مش أحسن حاجة. خليني كمان أطمنكم على حالة المصابين النهاردة، بالتأكيد يعني هيكون أول تدريب لمنتخبنا الوطني في مدينة دوالا بعد الوصول بالأمس. هيكون التدريب ده على الملعب الفرعي لاستاد جابومة، الحقيقة اللي جايب لنا مشاكل من أول البطولة بسبب أرضية الملعب السيئة جدا. وبالمناسبة ملعب جابومة ده وانتوا داخلينه كده من بره هتحس ان انت داخل ملعب فخم قوي من ملاعب اوروبا، يعني الملعب من بره شكله تصميم اكتر من رائع يعني يخطف العين، لكن تدخل جوه الملعب بقى والارضيه حاجه صعبه جدا، يعني حاجه لا تليق ان لعيبه بمليارات وبملايين وبيلعبوا في الدوريات الاوروبيه ان هم يلعبوا على هذه مثل هذه الارضيه اللي ممكن في اي لحظه تسبب بعض الاصابات. خليني بقى اقول لكم على الحاله المعنويه داخل معسكر منتخبنا الوطني، حاله معنويه مرتفعه جدا وحاله من الثقه ما بين لاعبي منتخبنا الوطني اننا قادرين باذن الله على تخطي عقبه المنتخب الايفواري العنيد. والحقيقه كل المحاضرات من الجهاز الفني بتصب في هذا الكلام، ان التاريخ بالاصرار بالعزيمه بالتصنيف في الافضليه بتصب في صالح منتخب مصر، وزي ما احنا عاملين الف حساب لكوت ديفوار كمان المنتخب الايفواري خايف من منتخب مصر وخايف من تيشرت المنتخب المصري، وافتكروا جيل كابتن حسن شحاته واللي موجود منهم ناس موجودين حاليا في الجهاز الفني، كابتن محمد شوقي وكابتن وائل جمعه وكابتن عصام الحضري، كانوا في نفس الاجواء دي بقى. والجيل اللي كان موجود ساعتها كان قد الجيل ده 10 مرات جيل دروجبا، وقدرنا ان احنا ننتصر عليه. بالتاكيد الكوره لن تعترف الا بالجد والاجتهاد والعرق والاصرار داخل الملعب، يمكن دي ابرز الكلمات اللي دايما بيقولها الجهاز الفني للعيبه. والحقيقه يحيى ويا مرهان احنا عندنا لعيبه قويه ولعيبه على اعلى مستوى وعندها اصرار وعارفين حجم المسؤوليه اللي عليهم، وان الناس قد ايه في مصر حاطين مسؤوليه عليهم ان هم يرجعوا بالكاس من الكاميرون. عشان كده اللعيبه مش مركزه في اي شيء غير الفوز باذن الله على المنتخب الايفواري من اجل اسعاد الشعب المصري باذن الله. اللعيبه مش مركزه غير في ده، حاله من التركيز وعندهم حاله من القلق الصحي. يعني احنا قلقانين من المنتخب الايفواري، ولكن القلق الصحي اللي هو يخلينا نشيل رجلنا في الملعب. احنا بندي للمنافس اللي قدامنا احترامه ولكن لا نهابه على الاطلاق. بالتاكيد كمان بعد حوالي ساعتين او ثلاثه هنا في مدينه دوالا كلنا في انتظار قرعه التصفيات النهائيه لكاس العالم، ومن المقرر ان هيحضرها الكابتن وائل جمعه مدير المنتخب الوطني كممثلا لمصر في هذه القرعه اللي هيحضرها ممثلين ل10 دول افريقيه. بالتاكيد الكل يعني متعطش وكل منتظر هنلاعب مين ان شاء الله في الجوله النهائيه، نلاعب اي حد، احنا منتخب كبير ولينا تاريخنا ونقدر نفوز على اي حد باذن الله. بالتاكيد هنتابعكم بكل الكواليس وكل الجديد الخاصه بمعسكر منتخبنا الوطني في مدينه دوالا الكاميرونيه. بالتاكيد الكلمه اليكم زملائي المتالقين مريهان ويحيى، اتفضلوا. ده انت المتألق يا حسن ومنور الكاميرون، وبنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله كده دايما تكون معانا بتنقل لنا كل التفاصيل. خلي بالك على نفسك وباذن الله اكيد هتكون في عوده اليك. والحدث الاهم بقى النهارده اكيد متابعتنا للقرعه الخاصه بالمباراتين الفاصلتين في التحديد مين هيكون بيشارك في كاس العالم 2022 في قطر. بنشكرك يا حسن غنيمه زميلنا العزيز المتألق من الكاميرون على مدار الايام اللي فاتت، بنشكرك. وخلونا برضو نستكمل مشاهدة.
مشاهدينا بقيه الاخبار الخاصه ببطوله كاس الامم الافريقيه، وننتقل بحديثنا الى المدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسي، واللي اكد ان طريقه لعب منتخب بلاده مش هتتغير امام كاب فيردي خلال المباراه المرتقبه اللي هتجمع المنتخبين يوم الثلاثاء اللي جاي ضمن منافسات دور ال 16، وعن اداء السنغال الباهت في البطوله. فعلق سيسي وقال: انا لا ابحث عن اعذار، لكن هذه حقائق. لقد افتقدنا الكثير من اللاعبين منذ انطلاق كأس الأمم الإفريقية، ولأننا السنغال فإن يكون هناك شيء سهل، دي حاجة مش منطقية. كمل كلامه وقال: الكل بينتظرنا، كان وضع لاعبتنا على أرض الملعب موضع للنقاش دائما، أهم شيء هو التحرك، الربط بين خط الوسط وخط الهجوم. منتخب السنغال المتأهل كمتصدر بعد تسجيله لهدف واحد في دور المجموعات، طبعا دي من مواقف وطرائف بطولة كأس الأمم الإفريقية، معدل تهديفي ضعيف معدوم، هدف ويوصلك لكل ده في يعني الدقيقة حاجة و90 لساديو ماني اللي حطها، ويعني ما شفنا احنا، انا واحد من الناس كنت مستني منتخب السنغال يعني، بس احنا ما شفناش اوراق اعتماد الا من كم منتخب، ممكن نقول منتخب الكاميرون هو صاحب ونيجيريا. الارض وهو ومنتخب نيجيريا، بس برضو منتخب الكاميرون بيبقى هو طبعًا اللي داخل طبعًا. منتخب نيجيريا معاه 9 نقاط، بس منتخب الكاميرون ظهوره اقوى بكتير جدا بالظبط، دي حقيقه. لكن منتخب السنغال لسه بعيد كل البعد عن الظهور اللي احنا كنا مستنيين نشوف فيه منتخب السنغال. طيب نروح لمنتخب تونس، وكشفت تقارير صحفيه تونسيه عن تزايد حالات الاصابه بفيروس كورونا داخل صفوف المعسكر التونسي اللي بيشارك طبعا في منافسه بطوله كاس الامم الافريقيه. وذكرت اذاعه تونسيه انه خضع الجهاز الفني والطبي والاداري للمنتخب التونسي لتحاليل فيروس كورونا قبل السفر الى مدينه جروه اللي هيقابل فيها منتخب تونس طبعا نيجيريا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي بكاس الامم الافريقيه. واضافت كمان الاذاعه عبر موقعها ان جاءت تحاليل مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير ايجابيه، بجانب كمان الدكتور سهيل الشاملي ومدرب حراس المرمى الشاذلي واخصائي العلاج الطبيعي وحافظ الاثاث، وهو ما يعني غيابهم عن رحله المنتخب الى جروه اصلا ومش موجودين مع منتخب تونس. بنتمنى الشفاء العاجل لكل اللعيبه لكل الاعضاء المصابين سواء في اي منتخب اللي بيشاركوا في كاس الامم الافريقيه، لان انت عندك مواجهه مهمه جدا امام منتخب نيجيريا، محتاج كل لعيب موجود، محتاج حتى المدير الفني يكون موجود. ولكن اولا واخيرا بنتمنى السلامه لكل البعثات المتواجده في الكاميرون حاليا. اكيد احنا دلوقتي موجودين في الكاميرون وبنتابع احداث بطوله كاس الامم الافريقيه، ولكن شوفوا ازاي بقى دلوقتي واحنا بنتكلم اجريت فعلا قرعه الدور التمهيدي لتصفيات كاس الامم الافريقيه اللي مقرر اقامتها في كوت ديفوار سنه 2023 السنه اللي جايه، وضمت قرعه الدور التمهيدي 12 منتخب، واتقسمت الفرق ال 12 الادنى في التصنيف الى المستويين، هتتلاعب او هتلعب الفرق السته ذات التصنيف الاعلى ضد الفرق السته الأقل تصنيفا، هتقام مباريات الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى المذكورة أولا. وجت الماتشات كالآتي: إريتريا في مواجهة بوتسوانا، ساو تومي وبرين سي بي هتكون في مواجهة موريشيوس، جيبوتي في مواجهة جنوب السودان، سيشل في مواجهة ليسوتو، والصومال في مواجهة إيسواتيني، والتشاد في مواجهة منتخب غامبيا. وهتقام مباريات الذهاب والإياب في الفترة ما بين 21 لحد 29 مارس المقبل. هيكون بينضم الفائزين الستة في مجموع المباراتين إلى 42 فريق المصنفين في مرحلة المجموعات من التصنيفات. كده إن شاء الله بنتمنى وإحنا بنتابع النسخة دي من كأس الأمم الإفريقية طول الوقت تكون بتتلعب البطولة، وكل المشاكل اللي بتكون حواليها تكون ممهدة بعض الشيء، ما نكونش كل نسخة من كأس الأمم بنتكلم في نفس المواضيع، بنتكلم يا ترى الملاعب، يا ترى الاتحاد الدولي، طب التوقف اللي هيكون بيحصل، طب جدول المسابقات بالنسبة للأجندة الدولية، مشاكل الدوريات الأوروبية، يعني كوبي بيست. فيا رب 2023 تكون مختلفه. اتمنى والله يا جماعه ان شاء الله 2023 زي ما بتقول مريهان تكون مختلفه، ما يكونش فيها كل المشاكل اللي دايما بنقابلها في البطولات اللي فاتت. مشاهدينا نطلع فاصل، لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، تكرموا دايما بالبقاء معنا. The cat sat on the mat.
أكيد كل الناس أعينها متجهة إلى الكاميرون، سواء علشان مباراة منتخبنا الوطني يوم الأربعاء القادم أمام منتخب كوت ديفوار في دور الـ 16، أو كمان النهاردة الساعة 4:30 انطلاقة القرعة الخاصة بالعشر منتخبات، سواء تصنيف أول أو تصنيف ثاني في مباراتين حاسمتين للتأهل بإذن الله إلى كأس العالم قطر 2022. أكيد في حديث مطول على المستوى الفني وعلى مستوى التوقعات، سواء من أول البطولة لمنتخبنا أو المنتخبات الأخرى. بجانب ده كمان بنتكلم على يعني كل الأحوال الكروية حتى لو على المستوى المحلي. الكابتن عبد الحميد حسن، واحد من نجوم نادي الأهلي السابقين، بينضم إلينا. صباح الخير على حضرتك يا كابتن. كل صباح الفل. صباح الفل عليك، أهلا بحضرتك. صباح الفل على يحيى، وصباح الفل على كل مشاهدينكم ومتابعينك الكرام. كابتن مصر صباح الفل عليك، ووحشنا جدا، بقالي كتير ما شفتكش يا كابتن والله. صباح الفل يا حنا، اتبسطت ان انا معاك طبعا حبيبي والله. نهان ربنا يخليك، وانت وحشنا اكتر ودايما متالق كده حبيبي يا كابتن. ده شرف ليا ووجودك معانا والله. ويعني خلينا نبتدي كده سريعا، ومباراه منتخبنا والحاله اللي بيعيشها الشارع المصري دلوقتي، ورايك. هبتدي اتكلم معاك قبل ما اتكلم فنيات عن الدعم اللي المفروض يكون موجود دلوقتي لعيبه منتخب مصر والجهاز الفني، راي حضرتك فيه؟ والله احنا دايما، انت عارف الشارع المصري الرياضي بصفه خاصه دايما بيبقى فيه دعم، يعني دعم يعني ملوش حدود للمنتخبات والانديه حتى كمان على المستوى المحلي. لكن طبعا دعم المنتخب، انت عارف احنا من ايام كوبر واحنا بنقعد ندعي من قلوبنا، وياما يعني كانت ناس هيحصل لها حاجه من ايام كوبر، ولسه عايشين نفس الحاله بصراحه. الشارع الكروي كله طبعا مستاء جدا من الاداء الفني، لكن احنا ما نملكش اي حاجه بصفتنا مشجعين، يعني غير ان احنا بندعم المنتخب وبندعي له من قلوبنا عشان عايزين نوصل معاه لابعد المستويات. طيب يا كابتن، يعني لو هنتكلم فنيا طول الوقت طبعا من اول البطوله وحتى من بطوله كاس العرب، كان في انتقادات على المستوى الفني وفي اطار مهني بتكون موجهه لاداره المباريات من قبل مستر كارلوس كيروش في مباراه خلاص بنتكلم ان هي مش في بطوله وديه زي كاس العرب، مش في دور مجموعات، هي مباراه مش هتكون بتتقسم على اثنين. منتخب كوت ديفوار ومتابعتك ليه في دور المجموعات، ومنتخبنا الوطني ومتابعتك ليه ايضا، ايه اللي محتاجينه على المستوى الفني في اللقاء ده؟ احنا محتاجين على المستوى الشخصي والمستوى الفردي من لعيبه منتخب مصر، مش محتاجين على المستوى الفني للاسف، يعني لان المستوى الفني مش هيقدم لنا احسن حاجه باللي احنا شفناه قبل كده في بطوله العرب وفي بطوله كاس الامم. بصراحة المستوى الفني متدني جدا جدا، ده رأي الناس كلها يعني، وللأسف كنا نفسنا نقول الكلام أحسن من كده، أو كان نفسنا نطمن الناس فنيا، لكن طبعا الناس بتبقى فاهمة كل حاجة دلوقتي، ما ينفعش إن احنا نتكلم عليها أو نتكلم على المستوى غير اللي هم شايفينه. فالمستوى الفني متدني جدا جدا لأبعد الحدود، حتى على المستوى التبديلات اللي هو أسهل حاجة بالنسبة للمدرب. فأنا بتكلم على المستوى الفردي والمستوى الشخصي للعيبة منتخب مصر، هم هيتحملوا مسؤولية وهم اللي هيقدروا يديروا المباراه. للاسف الشديد انا بتكلم بواقعيه جدا، مباراه كوت ديفوار مباراه صعبه قوي، منتخب مرعب بكل المقاييس. شفناه عمل ايه في منتخب الجزائر، مع ان منتخب الجزائر كان ممكن يوصل ان هو يتعادل في النتيجه، لكن كان خلاص كان كوت ديفوار ضمنوا النتيجه، فبداوا يبقى عندهم اريحيه في اللعب. لكن منتخب مرعب قوي، ومنتخب بيقدم مستويات عاليه قوي من الكوره، عندهم لعيبه متميزه جدا جدا دفاعيا وهجوميا، عندهم سيطرة كاملة على الملعب كله. هيبقى الماتش صعب قوي قوي على المنتخب المصري، عشان كده بتكلم على المستوى الشخصي بقيادة صلاح، وازاي يقدر يدافع على اللعيبة، وازاي اللعيبة تقدر تشجع بعض، وازاي ان احنا نظهر بالمعدن بتاعنا المصري اللي هو دايما بيظهر في وقت الازمات. هو للاسف مفيش قدامنا اختيارات غير كده. كابتن عبد الحميد، طب خلينا نتكلم فنيات عن يمكن بعض اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر وبعد ثلاث ماتشات، وهتكلم في نقطة الأول لسه كنت بتكلم فيها يمكن أنا ومريهان، وهي عودة فتوح مرة تانية لمنتخب مصر بعد الإصابة، وهتكلم مين الأنسب لمباراة كوت ديفوار. أيمن أشرف بواجباته الدفاعية والحقيقة بالأداء الرجولي اللي بيأديه أيمن، ولا فتوح اللي ممكن يكون موجود في مباراة كوت ديفوار من وجهة نظرك؟ والله سؤال صعب جدا. هو فتوح بيمتاز بالشق الهجومي اكتر من ايمن اشرف. صحيح ايمن اشرف بيتميز بالشق الدفاعي والتغذيه العكسيه،
فكل لعيب عنده مميزات. هنرجع نتكلم هل المدرب محتاج ايه، بس بصراحه انا بصراحه كنت اتكلمت قبل كده بعد ما شفت محمد بعد ما شفت مصطفى محمد جناح مصطفى السترايكر بتاع منتخب مصر. لما شفته جناح انا بصراحه يعني رؤيتي الفنيه لكروش وقعت قوي قوي قوي. فنتكلم على المستوى الفني، هل هو محتاج ايمن اشرف، هل هو محتاج فتوح، هل هو يلعب بخطه ايه اصلا، هل هو محتاج ان هو يهاجم، محتاج ان هو يامن دفاعيا قوي. فالموضوع صعب، موضوع صعب جدا ان انا اختار فتوح وايمن اشرف، لان انا اتكلم من وجهه نظر انا الفنيه طبعا انا ملناش اي دخل فيها خالص. فالموضوع في ايد للاسف في ايد كروش، هو يشوف هيدير الماتش ازاي، هل هو يبقى هيحتاج ان هو يعمل حاله دفاعيه، هيحتاج ان هو يشغل اطراف، هيحتاج ان هو يشغل كروسات. فالموضوع اصلا فيه كلام كتير جدا، لكن سؤال طبعا سؤال مهم قوي قوي، هيلعب فتوح ولا هيلعب ايمن اشرف؟ طبعا الموضوع هو في الاول رؤيتك انت يا كابتن عبد الحميد، لو انت اللي في ايدك القرار، يعني رؤيتك انت الفنيه. لو سالتني انا هختار فتوح، هختار فتوح، لان انا لو دفعت مهما دفعت على منتخب بيملك كل الاسلحه الهجوميه دي، وان انا عملت دفاع بقى من عندي من نص ملعبي، او عملت دفاع من 18 او ايا كان الحاله الدفاعيه اللي هلعبها، هستقبل اجوان. فلازم يبقى عندي حاله هجوميه وعندي اطراف بتهاجم، بتعرف تهاجم كويس قوي. ممكن استخدم ايمن اشرف، ممكن استخدمه كمساك. ايمن اشرف متميز جدا وحافظ قوي قوي المكان طبعاً ده كمان بيلعبها. فلكن انا اختار فتوح بصراحه. طب خليني اسالك يا كابتن عن نقطه حضرتك ذكرتها في وسط الكلام متعلقه بمصطفى محمد واختيار مستر كارلوس كيروش ليه. فهل حضرتك حاسس انه في الموقف ده محمد شريف هو اللي يستحق ايه؟ ايه النقطه اللي انت ممكن تكون بتاخدها على مستر كارلوس كيروش للدفع بمصطفى محمد كسترايكر صريح؟ لا انا مش باخد عليه نقطه الدفع باللعيبه، انا باخد عليه نقطه توظيف اللعيبه، باخد عليه نقطه تبديلات اللعيبه، باخد عليه نقطه ان احنا مش منظمين خالص في الملعب، مش مالناش سيستم لعب، مش عارفين احنا بنلعب بشكل هجومي ولا شكل دفاعي. حتى تقييمنا كمان ايام البطوله العربيه وبطوله العرب ما كناش بيعرفوا يقيمونا احنا بنلعب باي شكل او بنلعب باي خطه او بنلعب باي طريقه. فالموضوع صعب، احنا بنلعب منتخب السودان اللي هو اضعف المنتخبات، مع احترامي الكبير جدا طبعا المنتخب السوداني، لكن هو كان ضعيف جدا في النسخه اللي ظهر بيها في كاس الامم الافريقيه، في ظل كمان التجديد اللي هو عامله في عناصر اللعيبه. بنلعب مفيش اي حاجه خالص بنلعبها، وفي نفس الوقت عملوا علينا خطوره، ما كانش عندنا رقم ستة اللي هو السته اللي هو بيقفل العمق الدفاعي بتاعك او ايا كان رقم ستة، ما كانش عندنا ستة خالص. فلما المنتخب السوداني يروح علينا بهجمات من نص الملعب من عمق الملعب بتاعنا، طبعا الموضوع هيبقى صعب قوي قوي مع منتخب كوت ديفوار. فباخد عليه النقط دي، لكن اختياراته اللعيبه اختيارات موفقه بشكل كبير قوي، توظيف لكن توظيفه اللعيبه وانتقائه للعيبه في الاماكن اللي المفروض نلعب بيها في الملعب، توظيف تبديلات. يعني لما مصطفى محمد سترايكر بس، سترايكر في ال 18 بس، بيلعب بدماغه، شويت قوي، ممكن يعمل سند للعيبه. لما طلعه بره ال 18 مش ممكن، لما اطلع ناس بتعمل كروسات ومصطفى محمد موجود مش ممكن. لا وينزل احمد سيد زيزو ويطلع مصطفى في نفس الوقت، فهو كده الكروسات ما بقاش فيه استفاده منها جوه البوكس. بالظبط بالظبط، فهي بالظبط بالظبط. لكن مصطفى لعيب مميز قوي، سترايكر هايل ولعيب يفيد اي فريق. نفس الكلام محمد شريف، هختار انهي، اختار ان انا هشتغل كروسات، ولا اختار ان انا عايز لعيب جراي، عايز لعيب بينزل يشغل الملعب، عايز لعيب بينزل يسند، عايز لعيب بيطلع على الاطراف، يبقى شريف. عايز لعيب في ال 18 لعيب خطاف بدماغه وشوط، هيبقى مصطفى محمد. كابتن عبد الحميد، تقدر يعني تقول التغييرات، بتتكلم على جزئيه التغييرات، الراجل ما بيبقاش قاري الماتش بشكل كافي ان يخليه يغير تغييرات؟ يعني انا ما شفتش تغييره قلبت الموازين زي ما بيقولوا. هل ما فيش حديث ما بين الراجل وما بين كابتن ضياء وكابتن شوقي والجهاز الفني المعاون ليه في حته التغييرات، ان احنا نشوف تغييرات لمنتخب مصر بتنزل تقلب المباراه؟ هو طبعا كلامك صح يحيى بنسبة 100%، لكن انا ما اعرفش الحديث الداير ايه. وانت بتتكلم في كابتن ضياء السيد، اسم كبير قوي، بتتكلم في محمد طبعًا. شوقي يعني صنايعي كوره اصلا، صنايعي كوره. فطبعا اكيد لو هو اكيد يعني الواضح او اللي احنا ممكن نفهمه، اكيد لو في حديث داير اكيد ما كانش هيبقى شكل المنتخب كده، اكيد ما كانش هتبقى تبديلاتنا كده.
فاعتقد ان في استقلاليه بالراي، في عدم يعني عدم حوار بين الجهاز الفني اعتقد كده. احنا ممكن نرجع مره تانية قبل ما نختم مع حضرتك، ناخد تصريح سريع ليه علاقه بمنتخب مصر، ولكن برضه حابين نتكلم على النادي الاهلي. وامبارح كنا بنتابع مباراه في كاس الرابطه للنادي الاهلي امام المقاولين العرب. النادي الاهلي من بدايه البطوله وهو يعني بيلعب بالناشئين وبيدي فرصه موسماني للاعيبه دول، فظاهر النادي الاهلي اكيد مش بقوامه الاساسي ولكن ليه هويه. يعني كل التحيه والتقدير للكابتن خالد بيبو المسؤول عن قطاع الناشئين، ان هو اللعيبه عندهم الشخصيه دي داخل الملعب، هما بيلعبوا مع لعيبه كبار اصحاب خبرات اكتر منهم. وامبارح كمان هويه النادي الاهلي ظهرت في الزائد يعني 90 بلس لما قدروا يحصدوا الثلاث نقاط في الوقت بدل الضايع. تقييم حضرتك للناشئين ومتوقع ايه دورهم ممكن يكون مع النادي الاهلي بعد كده؟ هو خليني بس، احنا الماتش طلع درو امبارح، هو الجول اتلغى في الاخر. بس المحاولات والدفع طول الوقت ان انت تكون بتوصل وبتسجل. لكن بص، هو موضوع الدفع بالناشئين انا شايف ان هو موضوع ظالم جدا. ممكن اكون رايي مختلف عن الناس، لكن انا شايف ان هو موضوع ظالم جدا، يعني لان انا المفروض ان انا بدعم بالناشئين مش بدفع بيهم كلهم. صح. في بطوله جديده، بطوله في ناس كتير قوي طمعانه فيها. كمان الدفع بمحمد محمود والدفع بحسام واللعيبه اللي ما كانتش بتلعب لما اديهم ضغط مباريات جامد جدا، اكيد هيبقى في اصابات، وده اللي حصل فعلا. فكان لازم الحاجات دي تبقى في محل الاعتبار. فشايف الموضوع الدار من وجهه نظر يعني الدار مش صح، فكان في ظلم كبير للناشئين بصراحه. لكن ظهروا، انا قلت الاهلي مميز قوي في ان هو بيظهر في اي وقت في اي مكان باي حد، لكن ان انا ادي للناشئين عشان اطلع منهم احسن حاجه ما كانش دي الفرصه ان انا ممكن اعمل كده. كان ممكن اطعم باللعيبه، كان ممكن اشغل لعيبه كبار معاهم 3 4 ناشئين او 3 ناشئين عشان حتى الولاد يقدروا يتسندوا على حد. لكن ما كانوش احسن حاجه بصراحه في الشكل الفني الكامل، ما كانوش احسن حاجه ان هم يطلعوا كامل امكانياتهم، لان هم عايزين حد يتسندوا عليه، حد طبعا. زي ما كلنا مرينا بالتجربه والناس مرت بالتجربه دي. فبصراحه انا ما كنتش شايف مش شايف الموضوع بزوال الفنيه اللي شافها موسيماني. طب كابتن عبد الحميد، يعني خلينا اسالك عن موسيماني، ويمكن موسيماني دايما في التصريحات بتاعته بيثير شويه للجدل سواء اعلاميا او حتى مع الجمهور. شايف تصريحات مستر موسيماني بشكل عام عامله ازاي؟ وهل موسيماني عنده مشكله او لا يجيد التعامل مع الزملاء الصحفيين او الاعلاميين اللي بيتم النقاش معاهم؟ لا، هو موسيماني عمل حاجه خارجه عن اطار النادي الاهلي وثقافته ومبادئه وكل حاجه. في خطوط حمراء كده في النادي الاهلي. هو موسيماني راح كمان للخطوط الغامقه الخالص. ان صحيح. هو يعني عمرنا ما شفناها بصراحه، عمرنا صح. ما شفناها. هو موسيماني لازم يفهم إن في ناس معينة معدودة على الصوابع اللي هي ممكن تتسند على الجماهير، معدودين على الصوابع الإيد الواحدة، مش على حتى مش 10 صوابع. فهو موسيماني ما وصلش لقلوب الجماهير النادي الأهلي عشان يطلب منهم الكلام اللي قاله امبارح ده. ما ينفعش أي مدير فني، أنا أعتقد دي أول مرة بصراحة أسمعها من أي مدير فني جه النادي الأهلي أو حتى أي لعيب، إن هو طلع دار الحديث اللي بيحصل في الغرف المغلقه بينه وبين الاداره كمدير فني يترأس الجهاز الفني. ده منصب كبير قوي في النادي الاهلي، اي حد يتمناه. ودار حديث على العموم، ودار حديث على الملأ، دار حديث امام الصحفيين بدون اي سبب بصراحه. ما شفتش يعني السؤال اللي هو كان يعني ضغطوا عليه قوي عشان يقول الكلام ده. حتى لو اتضغط عليه، فموسيماني لازم يفهم إن اي مدرب ممكن ياخد بطولات مع النادي الاهلي، ان اي مدرب ممكن يعمل انجازات مع النادي الاهلي، لكن مش اي مدرب يوصل لقلوب الاهلاويه، مش اي شخص يوصل لقلوب الاهلاويه. طب مش يعني اي نجم يوصل لقلوب الاهلاويه. اعتقد الكابتن بيبو في عز ازماته نجوم النادي الاهلي ما قالش للجماهير يعني اقفوا معايا وقفوا جنبي. وحضرتك ممكن تنقل لنا اكتر يعني اتفضلي.
قصة انه موسيماني ممكن يكون بيتعامل بإريحية جدا مع جمهور النادي الاهلي، هو واضح ان عنده ثقة كبيرة في حب جماهير النادي الاهلي ليه، وكمان عنده ثقة في الانجازات اللي هو مثلا من بطولات حققها مع النادي الاهلي. ولكن هل حضرتك حاسس ان ممكن يكون موسيماني مش هو الافضل في التوقيت الحالي؟ ممكن يكون النادي الاهلي يستغنى عن خدماته كمدير فني، ولا هو يستحق ان يكون في تجديد لعقده بغض النظر عن البنود اللي يتم الاتفاق عليها مع المجلس؟ دي قصة تانية خالص فعلا ممكن لازم تكون في داخل الغرف المغلقة. لا 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 لا، هو الحديث اللي دار كله ما ينفعش ان هو يطلع على وسائل الاعلام، او ما ينفعش هو يطلع اصلا على الملأ. انا بتكلم في موقف، بتكلم في منصب كبير جدا في النادي الاهلي اللي هو المدير الفني للنادي الاهلي اللي هو احسن نادي في افريقيا والوطن العربي، ان هو يطلع يتكلم كده غير مقبول تماما. واعتقد ان هيكون في رد فعل قوي من مجلس اداره النادي الاهلي، ممكن يوصل لطريق مسدود كمان، الا لو موسيماني طلع اعتذر عن الكلام وقبل اعتذار النادي الاهلي، واعتقد كمان ان الموضوع صعب. فحته ان هو يجدد او ما يجددش او يستنى او ما يستناش، اعتقد ان دي بتبقى وجهه نظر اداريه بحته لمجلس اداره النادي الاهلي. لكن وجهه نظر انا، مع ان انا ضد الشغل الفني بنسبه 100% لموسيماني، لكن انا لازم يدوا له الفرصه، لان الراجل بياخد بطولات. بس قبل امبارح وكنت طلعت انا في مقابله تلفزيونيه قبل كده وقلت لا، لازم ياخد الفرصه تاني، والراجل بيجيب بطولات ومحقق التارجت، احنا بنتكلم على المستوى الفني، عايزين احسن حاجه عشان ناخد بطولات. فالراجل بيجيب بطولات فيستنى، حتى لو بياخد بطولات عنده نسبه حظ كبيره، فبرضه يفضل مكمل لغايه لما يعني خلاص يجيب اخره. لكن قبل امبارح، بعد امبارح بصراحه لا، انا كلامي اتغير خالص. بصراحه المستوى اللي اتكلم بيه موسيماني صعب جدا ان هو يتكلم بيه في النادي الاهلي، واكيد هو عارف. ما ينفعش حتى نطلع كمان نلتمس له العذر ان هو ما يعرفش سيادة النادي الاهلي، لان ده هيبقى كمان صعب جدا ان احنا نقول عذر زي كده، لان كمان اكيد هو عارف، مش راجل مش جديد على النادي الاهلي، معاه قيمه كبيره جدا زي سيد عبد الحفيظ، اكيد هو معرفه، يعني متحدث لابق جدا، وبيعرف يتكلم ازاي وبيعرف يتكلم امتى، اكيد هو معرفه كل حاجه ويتكلم امتى ويتكلم ازاي. لكن هو بصراحه تعدى كل الخطوط الحمراء امبارح. بنشكرك يا كابتن عبد الحميد، والحقيقه نورتني ونورتنا طبعا هنا في اون تايم سبورتس، والحقيقه الحديث معاك ممتع، ودايما كده تكون موجود معانا ودايما منورنا ودايما متالق، وان شاء الله اشوفك قريب يا كابتن عبد الحميد. بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، الكابتن عبد الحميد حسن، واحد من نجوم طبعا النادي الاهلي. وشكرا يا مريان، ربنا يخليك. بنشكرك شكرا جزيلا طبعا. يعني اخبار وتفاصيل كثيره جدا متعلقه بكره القدم، سواء على المستوى الافريقي او كمان على المستوى المحلي. وخلونا نروح لاخبار نادي الزمالك، اللي اكيد هيكون عنده مباراه مهمه امام نادي غزل المحله. هيكون بيجي التشكيل في حراسه المرمى محمد عواد، اما عن خط الدفاع محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، وحسام عبد المجيد، حازم امام، خط الوسط محمد اشرف رؤى، اسلام جابر، وامامهم هيجي رزاق سيسي ويوسف اوباما وشيكابالا. اما عن خط الهجوم فهو عمر السعيد، ده التشكيل المتوقع اللي ممكن يكون يخوض بيه مستر باتريس كارتيرون مباراته امام غزل المحله النهارده في كاس الرابطه. طيب كمان كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان مجلس اداره النادي بتسعى لحل ازمه مستحقات سيف الدين الجزيري، واوضح المصدر ان مجلس الاداره بيقوم حاليا بتوفير المستحقات اللي عشان ما يكونش في ازمات داخل نادي الزمالك بالفتره دي بالذات او خلال الايام اللي جايه. ومستحقات الجزيري 200,000 دولار، وكان وكيل اللاعب ارسل انذار الى مجلس اداره نادي الزمالك بيؤكد فيه ان اللاعب لحد دلوقتي ما خدش فلوسه او ما خدش مستحقاته المتاخره، وده اللي بيسعى عليه مجلس اداره نادي الزمالك عشان ما يكونش فيه اي مشاكل دلوقتي. انت مش حامل دلوقتي ضغوطات او حتى مشاكل في مستحقات لعيبه، محتاج كل لعيب موجود دلوقتي عندك داخل نادي الزمالك. لسه داخل القلعة البيضاء، وطلب كارتيرون المدير الفني للزمالك عودة محمود شبانة في نهاية الموسم، وده بعد أن تمت إعارته لنادي الاتحاد السكندري. وأكد كارتيرون أن اللاعب من العناصر المهمة وأنه بيحتاج إليه في الفترة اللي جاية، وبيذكر أن مجلس الزمالك كان قد أعار اللاعب لنادي الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الحالي، وده بسبب أزمة وقف القيد في نادي الزمالك. طيب نروح للنادي الاهلي، وطبعا عايز اقول في البدايه مليون سلامه لواحد من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك كابتن اشرف قاسم، اللي بنتمنى له
ان شاء الله ان شاء الله السلامه باذن الله في الفتره اللي جايه يكون بيتعافى من المرض اللي عنده. حرص كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على زياره الكابتن اشرف قاسم نجم مصر ونادي الزمالك السابع عشان يطمن عليه ويكون بيسنده في ظروف صعبه، ظروف صحيه صعبه بيمر بيها كابتن اشرف قاسم. كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيقوم بزياره لمؤمن زكريا نجم النادي الاهلي عشان يطمن عليه ويدعمه بشكل معنوي قبل ان يتوجه خلال الايام اللي جايه ان شاء الله الى لندن لاستكمال علاجه مره تانية. اثنين الحقيقه بنتمنى لهم مليون السلامه باذن الله في الايام اللي جايه، بنتمنى لهم يرجعوا مره تانية ويكونوا بيتعافوا بشكل نهائي باذن الله. طيب لسه مع الانباء الخاصه بعد الاعلان وبعد معرفه يعني كل الوسط الرياضي باصابه او بمرض الكابتن اشرف قاسم اللي بنتمنى له يا رب الشفاء سريعا ويتم التعامل معاه بافضل وباكثر شكل احترافي. والخبر عظيم ان وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اكد تكفل الوزاره بعلاج الكابتن اشرف قاسم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق. واكد محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضة ان اشرف قاسم بقاله 5 سنين تعبان وفقا لما اعلنه بيعاني من مرض في الاعصاب بيحتاج الى تغيير مفصلين في الركبة وهيكون هناك تدخل سريع لدعمه بشكل كامل وهيكون كمان في دعم مادي بيتناسب مع حالته وهيكون في كونسولتو طبي لتشخيص حالته بشكل مناسب. تصريحات مهمة جدا بالنسبة لكل جماهير الكورة مش جماهير نادي الزمالك ان يكون في واحد من كوادرها تعبان هيكون بيلتقي بكل الدعم وبكل الحب بإذن الله علشان يعود مرة تانية للوسط الرياضي ولعيلته ولبيته بألف سلامة ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى اكيد العوده مره تانية بمليون سلامه لاثنين من نجوم مصر الحقيقه سواء كابتن اشرف قاسم او مؤمن زكريا. لسه داخل اخبار النادي الاهلي، موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي شايف ان مفاوضات التجديد مع النادي الاهلي لسه شويه في يعني في كلام كتير ما بينه او ما بين وكيله وما بين مجلس اداره النادي الاهلي وبيتمنى ان هي تكون بيتم حسمها قبل كاس العالم للانديه. وقال موسيماني بالنسبه للعقد بتاعي مع النادي الاهلي انا ما اعرفش ايه مصيره، الامر طال وبنتفاوض من فتره طويله جدا ولكن من قبل لقاء كايزر تشيفز او قبل كمان السوبر وبنتفاوض مجددا حاليا قبل كاس العالم للانديه ولسه ما وصلناش لنقطه اتفاق حتى الان. الاختلاف ليس على الراتب ولكن حول بعض الاساسيات في العقد. وطبعا مفيش طبعا من الجيد ان يكون او مش من الجيد ان هي تكون دلوقتي بتطول مده المفاوضات، ما يكونش في كلام كتير، الراجل عايز يجدد، عايز يكون شايف ان في استقرار فني دلوقتي داخل النادي الاهلي، عايز اكون مستقر فعايز اخلص كل اموري في العقد بتاعي عشان اقدر يكون بيكمل مع النادي الاهلي. بيتكلم كمان في نقطه مهمه او في فتره دلوقتي قبل كاس العالم للانديه عايز يكون بيجدد عقده مع النادي الاهلي. تصريحات طبعا هي اللي كانت متصدره المشهد الرياضي الكروي امبارح في الساعات اللي فاتت وهنشوف طبعا ايه اللي هيكون بيحصل فيما يخص هذا الملف. نروح لخبر تاني وخصص الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الجنوب افريقي بيتسو موسيماني برنامج بدني لتجهيز الموزمبيقي ميكيسوني لاعب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا. وانتظم لويس ميكيسوني في تدريبات الاهلي الخميس اللي فات على ملعب في الجزيرة وده بعد عودته من بلاده. وخضع ميكيسوني لمسحة طبية جديدة بعد العودة من موزمبيق جت نتيجتها سلبية ومن ثم انتظم اللعب في التدريبات الجماعية. طيب خلينا نستكمل أخبارنا وخلينا بس الأول نروح لفاصل ونرجع نستكمل أخبارنا مرة تانية في صباح اون تايم بعد الفاصل. خليك معنا. طبعا منتخبنا الوطني واحنا خلاص على اعتاب ساعات قليله بتفرقنا عن انطلاقه مباراه منتخبنا امام منتخب كوت ديفوار في دور ال 16 ان شاء الله هتكون يوم الاربعاء اللي جاي. واكيد كل الدعم هو اللي احنا لازم نقدمه لمنتخبنا الوطني في ظروف كتيره جدا احنا ممكن ما نكونش عارفين ايه اللي بيحصل وضغوط كتيره جدا بتتحط على المنتخب الوطني ساعات بقصد
وللاسف ساعات كتيره جدا بدون قصد، ولكن طول الوقت واحنا بنتكلم وحابين نشوف الافضل لمنتخبنا الوطني ممكن تكون اي طاقه سلبيه بتتنقل للعيبه منتخبنا. احنا حابين نشيل من عليهم كل الضغوط دي في الايام اللي جايه وصولا للمباراه اللي ان شاء الله تكون بدايه مستوى مميز يقدمه منتخبنا، بدايه عروض مقنعه اكتر يكون منتخبنا الوطني بيقدمها. وكده كده احنا ورا منتخب مصر في طول الوقت، لان احنا مش بس باصين على البطوله دي، لا احنا مشوار منتخبنا الوطني هيكون بيكمل باذن الله السنه دي، ويا رب نكون بنتاهل لكاس العالم ويكون الدعم واصل معاها باذن الله لشهر نوفمبر والبطوله ان شاء الله. دورنا كلنا مريهن كعالميين وكل زملائنا في اون تايم سبورتس كلنا بندعم منتخب مصر، كلنا هنفضل في ظهر منتخب مصر ايا كان ايه اللي بيحصل. او لو انت مش عاجبك حاجه او مش عاجبك تاكتكس فنيات، عندك مشكله في حاجه في مستوى لعيب معين، انت شايف ان هو مش في افضل حالاته، فانت ممكن ترجع او ممكن تطلع تنتقد، ولكن انتقده بشكل بناء ان هو يرجع مره تانية الماتش اللي جاي يقدر يحسن من نفسه. ما تهدمش اللاعب ده، لان هو انت لما بتتكلم عن لاعب انت بتتكلم عن لاعب كبير، مش لاعب هو لاعب في منتخب مصر، وايا كان بيلعب في انديه سواء جوه مصر او خارج مصر، ولكن هو في الاخر هو لاعب كبير. ممكن تكون في لعيبه كتير مش يومه مش ماتشه النهارده، ولكن ما تطلعش تنتقد. احنا اولا واخيرا بتكلم عن نفسي وبتكلم عن كل زمايلي، بندعم منتخب مصر، واقفين في خلف جهاز منتخب مصر، كل لعيبه منتخب مصر ان شاء الله لحد ما نعدي الفتره اللي جايه دور ال 16 باذن الله، ونكون بنطلع للدور اللي بعده. عندنا تصفيات مهمه جدا، تصفيات كاس العالم اللي هو حلمنا كلنا كمصريين ان احنا نكون موجودين في كاس العالم 2022. طيب قبل ما نسيب حضراتكم خلينا نقرا كده بعض اجابات حضراتكم على سؤالنا النهارده. هو كان التوقع اللي توقعناه في البدايه انا ومريهان، هي توقعت منتخبين وانا منتخبين، المغرب والسنغال، المغرب والسنغال وانا نيجيريا والجزائر. خلينا نشوف اجابات حضراتكم كده على تويتر، نشوف الناس قالت ايه. محمد كتب مصر هتواجه المغرب، محمد متضامن معاك يا مريهان. عمر منتصر بيقول اتوقع هنواجه الكاميرون ونصعد لك، بس الكاميرون هو بيقول يعني هو عمر جاب توقع تاني خالص بعيد عن الخمس منتخبات اللي موجودين. طيب اللي جاي محمود، صباح الفل عليك يا محمود، اتوقع مصر هتلاعب نيجيريا. انت كده معايا يا محمود، وان شاء الله مصر هتفوز على كوت ديفوار في كاس الامم الافريقيه، وان شاء الله ترجع بالكاس. حلو الكلام. يعني دي كانت اخر اجابه لمحمود، والحمد لله يعني كان في صفي وقال نيجيريا، فنتمنى ان دي تكون بدايه خير. لا ما هي النهايات هي اللي بتفرق، خلي بالك ننهي عليه. هو حلو قوي ننهي هنا الحلقه لحد هنا وكفايه، نطلع بعد كده على الهوا مش مع بعض لو سمحت. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ووصلنا النهارده نهايه حلقتنا من صباح اون تايم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. مريهان بشكرك ودايما بستمتع بوجودي معاك، وانا كمان وبشكرك شكرا جزيلا، وشكر موصول اكيد لحضراتكم ومشاهدينا، ونشوفكم بكره على خير. We'll be right back.